رسمنا ايه اللي هي كان اسمها ايه دي اللي هي كان اسمها سيجمنتال شورت، واتفقنا مع بعض ان هي بتوصل المولست اير او اللي احنا بنسميه برضه الهيوميد اير. الهيوميد اير اللي احنا عايشين فيه ده اللي هو عباره عن ايه وايه؟ دراي اير وايه؟ ووتر فيبر، واللي هو يعني الاثنين مع بعض هم الهيوميد اير بتاعنا. واتفقت معاكم ان مين اللي بتبقى نسبته اكبر؟ دراي اير نسبته اكتر من الووتر فيبر. طيب احنا المفروض ان احنا السايكومتري ناخدها بالترتيب كده، احنا نعرف نوقع نقطه على السايكومتري، نعرف نعمل بروسس على السايكومتري، نعرف نرسم سايكل على السايكومتري. هو ده اللي احنا هنتعلمه النهارده. انا يمكن المره اللي فاتت كده يعني في الاخر رسمنا السايكومتري تشارت وعرفنا ازاي نوقع نقطه. فليكن مثلا ان هو جه الراجل ادانا نقطه، ولتكن مثلا اسمها ستيت، ستيت واحد، واخد بالك؟ وعشان كده كنت عايزكم ايه تجيبوا التشارت، بس طبعا لا حياه تقريبا تلاقي ما فيش اي حاجه. فلتكن مثلا لو انا عايز اوقع نقطه، لو انا عايز اعرف ستيت، دايما الستيت بعرفها بكل بروبرتي، دايما بعرفها باثنين اندبندنت بروبرتي اللي هما مين مين مثلا يعني. ممكن اعرفها بالدراي بالب، ممكن اعرفها بمين؟ بالويت بالب تمبرتشر. طب لو تفتكروا كان فين تبقى الدراي بالب تمبرتشر؟ ما انا بقول لك انا حد من الترم سايكومنتري، فهنقعد نراجع بقى ونفتكر ونعمل وحاجات. طب مش دي كده الدراي بالب تمبرتشر؟ صح؟ طب المفروض دي كانت المفروض مين؟ كانت حاجه اسمها ايه؟ الاوميجا او اللي هي السبيسيفيك هيوميديتي، دي اللي هي كانت الكميه بتاعتها ايه؟ والله طلعها مش مهندس، كانت كيلو جرام ووتر فيبر لكل كيلو جرام دراي اير. طب ايه الحكمه ان هم بينسبوا كل حاجه لكل كيلو جرام دراي اير؟ ايه الحكمه من كده؟ زي ما اتفقنا مع بعض ان انت طول ما انت شغال في التكييف هتلاقي ان دايما اللي كميته ثابته ما بتنقص ولا بتزيد هو مين؟ هو الدراي اير. طيب احنا مش هنشتغل بالسايكومتريك تشارت اللي كانت عندكم في جداول التمرين او في التشارت بتاعت التمرين، احنا ايه اللي انا بعتها لكم هي دي اللي احنا هنخش بيها الامتحان. خلاص يعني دي خلاص دي ماتت مع عمود التمرين مش هنستخدمها تاني، انت هتستخدم ايه؟ اللي انا بعتها لكم يمكن امبارح، هل فيها مشكله؟ طيب فاكرين كان في ايه تاني؟ ايه البروبرتي تاني؟ كانت اللي هي باينه دي كان اسمها ايه؟ ما هي دي الفاي؟ الفاي دي او اللي هي ايه؟ ريلاتيف هيومنتم. حد كده فاكر فينا الفاي كانت ايه؟ ايه هو كان تعريف الفاي؟ كانت هي كنت حاجتين، اوكي؟ كانت الماش موتر بيبر اللي موجود في الهواء على الماش موتر بيبر ميزة. طيب بس انت لو عرفتها كده تعريفك ناقص، لازم يكون ات ذا سيم ايه؟ ات ذا سيم دراي بالب، يعني انا لو باوزن دي لازم اوزن دي عند نفس الدراي بالب. طب ليه؟ لان زي ما شفنا احنا المره اللي فاتت انا كل ما بغير في الدراي بالب تمبرتشر ايه اللي بيحصل؟ الماش موتر بيبر ماكسيموم بتزيد ولا بتقل؟ بتتغير صح؟ لو انا بزود الدراي بالب تمبرتشر ايه اللي هيحصل؟ الماس ووتر بيبر ماكسيموم بتزيد، لو انت قللتها تقل لان الجزيئات بتقرب وبتبعد على حسب درجه الحراره. دي مشكله؟ طب دي كده البروبرتي الثالثه. كان في بقى البروبرتي الرابعه اللي هي مهمه برضه فاكرينها اللي هي كان اسمها ايه؟ كان اسمها تي ويت ايه؟ بالب. تي ويت بالب تمبرتشر طبعا بالديجري سي، وهي الخطوط اللي هي المفروض ان الميل بتاعها عامل كده. طيب اتفقت معاك بقى ان في خطوط الميل بتاعها يمكن اعلى سنه صح؟ مين الخطوط اللي الميل بتاعها اعلى سنه؟ طيب السبيسيفيك فوليوم ده الميل بتاعته برضه هتبقى ايه؟ متر كيوب لكل كيلو جرام برضه مين؟ طيب احنا اتفقنا مع بعض ان هو تقريبا على طول التشارت هيبقى رقم ايه؟ ثابت. كام بقى الرقم ده؟ زي ما انا قلت لكم كده هناخد ال في دايما 84% ايه؟ متر كيوب لكل كيلو جرام مين؟ دراي. طب لو انا مثلا انا باشمهندس خلاص اديتك الدراي بالب تمبرتشر كانت ب 30 مثلا، سي مثلا والتي ويت بالب تمبرتشر 1 كانت ب 25، هنعرف نوقعها؟ اه ان شاء الله. المفروض ادي الدراي بالب تمبرتشر اهي مثلا سي ان هي دي ب 30، وادي يا عم الحاج مثلا دي اللي هي سي ان هي الويت بالب تمبرتشر 25، ما انا عندي اثنين بروبرتي، يبقى انا كده قدرت ان انا اوقع نقطه كام؟ نقطه واحد. وطالما انا قدرت اوقع نقطه واحد استيل عنها اي حاجه بقى، يعني انا اقدر اجيب اوميجا واحد صح؟ طيب لو انا عايز اجيب بقى مثلا اتش واحد اعمل ايه؟ فكرة اتش واحد دي اصلا كانت بتبقى فين؟ بره كان ليها تدريج بره كده. الاتش كانت الليمت بتاعتها كيلو جول لكل كيلو جرام برضه مين؟ دراي اير. طيب لو انا عايز اجيب اتش واحد الاثنين كنا بنمشي موازين لخطوط مين؟ تمشي موازي لخطوط الوايت بالب وتطلع بره للشرط تروح لتدريج مين؟ الاتش جبنا اتش واحد. طب تعالى كده احنا نقدر نجيب النقطه دي برضه فاي واحد. مين فاي واحد؟ ده المفروض ان هو الخط المالي بيعدي فيه. طيب الفاي بتزيد في اي اتجاه؟ كل ما بنطلع لفوق، بحيث ان الفاي هنا اللي هو اخر خط خالص عندك ده بيبقى الفاي عنده كام؟ 100%. سميناه ايه بقى الخط ايه ده يا باشمهندسين؟ يعني ايه كلمه الساتوريشن؟ طبعا الساتوريشن بالنسبه للاير ده
ده معناه ان الاير شايل اقصى ايه كميه ميه هو يقدر يشيلها. يعني معنى كده ان الماس ووتر فيبر هي نفسها الماس ووتر فيبر الايه الماكسيموم، وساعتها هتبقى بكام يعني الريشيو دي 100%. ينفع تزيد عن 100% ولا دايما 100%؟ هي دايما 100%. في مشكله؟ طيب يبقى دي كده معظم الخواص. فاضل بقى كده اخر خاصيه كنا احنا بنجيبها بس التفكير شويه، اللي هي كان اسمها ديو بوينت فانتش. ازاي اجيب الديو بوينت فانتش لنقطه واحد؟ كنا نعمل ايه في واحد؟ نسخنها ولا نبردها؟ نقعد نبردها. طب وكونستنت اوميجا ولا اوميجا مختلفه؟ لا كنا بنبردها كونستنت ايه؟ اوميجا. يعني نمشي شمال ولا يمين؟ نمشي شمال لحد ما نقف فين؟ قال لك نقف عند النقطه اتويتش كوندنسيشن ستار. طب فين النقطه اللي اتويتش كوندنسيشن ستار؟ هي دي يا باشمهندس. دي لو انت بردت عنها ايه اللي هيبدا يحصل بقى؟ الميه اللي جوه الهواء او الرطوبه اللي جوه الهواء تبدا ايه؟ تتكثف، يحصل لها كوندنسيشن او ساعات بيسموه ديهيوميديفيكيشن. فيبقى كده النقطه دي هي الديو بوينت تمبرتشر، او دي كده التمبرتشر بتاعت الديو عند واحد. ولما احب اقراها بقى قلت لك سيان، انا اقدر اقراها بتدريج الدراي بالم تمبرتشر واقدر اقراها بتدريج الويت بالم تمبرتشر. في مشكله في الكلام ده؟ طيب ده كده لو انا بحب ان انا اوقع ايه؟ نقطه. طيب انا عايز بقى اعمل ايه؟ فروز بتاع السايكومتري، وهو ده اللي احنا ان شاء الله هنبدا نتكلم عنه النهارده. ازاي توقع بروسس على السايكومتري كنترول؟ طيب مبدئيا هي النقطه دي عباره عن ايه؟ او البروسس دي سوري عباره عن ايه؟ عباره عن نقطتين. يعني البروسس على السايكومتري هي عباره عن كام نقطه؟ هي عباره عن نقطتين خلاص. ما هي البروسس في الثيرموداينامكس، سيبك من التكييف، البروسس دي كانت نقطه واحده ولا نقطتين؟ كانت نقطتين. طيب احنا عندنا كام نوع من البروسس على السايكومتري كنترول؟ قال لك عندنا نوعين من البروسيسز. اما ان البروسس بتاعتك بنسميها مين بروسس، وهوريك مين هما المين بروسس دلوقتي، اما ان هي بتبقى حاجه اسمها ميكسد بروسس. طيب خلينا نبدا بالاولاني اللي هو اللي يعتبر النوع الاولاني او المين بروسيسز. ايه هي المين بروسيسز اللي عندنا؟ قال لك والله اول مين بروسس عندنا واهم يعتبر مين بروسس عندنا العمليه اللي احنا بنسميها كولينج، بس كولينج اونلي. يعني ايه عمليه كولينج اونلي؟ يعني ساعتها بتعمل ايه؟ بتبرد بس. طيب انا اي عمليه عايز اعرف بتتعمل بايه؟ لو انا عايز ابرد ايه الجهاز اللي انا ممكن اجيبه عشان يبرد؟ قال لك والله الجهاز اللي انا اجيبه عشان يبرد اجيب ايه؟ حاجه اسمها ايه؟ اسمه ايه المسلل المستطيل اللي احنا بنستخدمه كلها هو على ايه الفيجر ده؟ ده كده اسمه ايه؟ كولينج كويل. خلاص يبقى ده كده الكولينج كويل. صح ولا لا؟ كل الكويل ده اللي هو كان بيبقى ماشي جواه الفريون، اللي هو بيبقى جواه كده ماشي ايه؟ الفريون. انت كنت في الترم اللي فات مش بتدرس الهواء، كنت بتدرس مين؟ الفريون. لكن احنا زي ما اتفقنا احنا في التكييف مين هو المفروض المائع اللي احنا هندرسه؟ هو الهواء. طيب ايه اللي هيحصل؟ قال لك والله يا باشمهندس هيبقى الهواء جاي عليك او داخل على الكولينج كويل بتمبرتشر مثلا او بستيت اسمها ستيت 1. طيب يعدي على الكولينج كويل يحصل له ايه؟ يبدا ان هو يبرد، فبدل ما يبقى عند 1 تلاقي نفسه ان هو بقى عند كام؟ بقى عند 2. بس ده عشان يتحقق لازم تكون درجه حراره الكولينج كويل مالها؟ ابرد من واحد ولا اسفل من واحد؟ المفروض انها تبقى ابرد من واحد. طب درجه حراره الكولينج كويل دي احنا بنسميها ايه؟ قال لك والله ليها عندنا مسميات كتير. في ناس بنسميها الافكتيف سيرفيس تمبرتشر. يبقى درجه حراره الكولينج كويل احيانا بعض الناس تسميها ايه؟ الافكتيف سيرفيس تمبرتشر. او في ناس تسميها السيرفس تمبرتشر بس عشان ما تلاقيش الشيك يقول لك السيرفس تمبرتشر، هو يقصد درجه حراره مين؟ الكولينج بوينت. طيب لكن الاسم الاشهر بقى ليها بيسموها ايه؟ بيسموها الابريتس ديو بوينت. يعني ايه دي بي خلاص؟ او الابريتس ديو بوينت دي حاجه مالهاش علاقه بالهواء، دي ليها علاقه بالايه؟ بالكولينج كويل بتاعك. ودي لازم عشان يحصل كولينج تكون اقل من مين؟ من الدراي بالم تمبرتشر بالعدد. حلو الكلام؟ طيب انا زي ما قلت لك اي بروسس عايز اعرف ايه هو الابريتس بتاعها الجهاز اللي احنا بنعمله بيها وازاي نرسمها على السايكومتري كنترول. طيب لما اقول لك ان العمليه بتاعتي هنا كولينج اونلي، يعني ايه كولينج اونلي؟ يعني احنا هنبرد بس. يعني معنى كده ان احنا هنغير في مين؟ لما اقول لك كولينج اونلي احنا هنغير كده في مين؟ في التمبرتشر صح؟ طب يعني معنى كده يا باشمهندس ان العمليه دي تبقى سنسبل ولا العمليه دي تبقى ليتنت؟ خلي بالك احنا المره اللي فاتت عرفنا حاجه اسمها السنسبل هيت كونتنت والليتنت. انت العمليه تبقى سنسبل بقى لما انت تغير في مين بس؟ في التمبرتشر بس، ومش اي تمبرتشر اللي اقصد بقى اي تمبرتشر، دراي بالب تمبرتشر. لو انا بعمل تغيير فقط في الدراي بالب تمبرتشر، يعني معنى كده ان انا في الكولينج اونلي دي محافظ على نسبه بخار الماء مالها ثابته زي ما هي مش بتتغير، يبقى ساعتها العمليه مالها؟ العمليه سنسبل. طيب يبقى دي كده
نقدر نسميها عمليه ايه؟ عمليه سنس. يعني عايز تقول لنا ايه يا باشمهندس؟ عايز اقول لك ان المين بروسيس عندنا اما ان المين بروسيس دي هتبقى ايه؟ اما ان هي تبقى سنس. يعني ايه يا باشمهندس سنس؟ يعني انت بتغير في مين بس؟ التمبرتشر بتاعت الايه؟ بتاعت الدرايفر. اما ان العمليه بتاعتها هتبقى ايه؟ ليه؟ ان هنا بقى يعني بتغير في مين؟ بغير في كميه الميه. يعني بغير في الاوميجا من الاخر. حلو الكلام؟ طب تعالى بقى نرسم دي على السايكومتريك انشارت. طب تفتكر الهواء اللي احنا هنبرده ده سخن ولا بارد؟ من المفترض ان الهواء بتاعنا ده ايه؟ هيبقى سخن لانك بتبرده. طيب انا عشان اوقع الهواء ده لازم يكون عندي على نقطه واحد كام معلومه بقى؟ المفروض ان انت شاطر في الموضوع ده. يكون عندي كام معلومه؟ اثنين ولا ثلاثه ولا ايه الكلام؟ يكون على الاقل عندي معلومتين يتفاقوا مع بعض. بس هي مثلا ان انا قطعت ادي مثلا الدرايفر بتاعت واحد وادي الويت بارد بتاعت واحد، ادي يا عم نقطه واحده اهي. طيب لما دلوقتي يا باشمهندس الهواء بتاعنا عند واحد يخش على الكولينج كويل ده يبدا يحصل له ايه؟ هيفرق. طيب احنا بنعمل بقى عمليه سنسبل ولا عمليه ايه؟ لا العمليه بتاعتنا دي سنسبل. ايه؟ سنسبل بس. يعني معنى كده ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان التمبرتشر بتاعتك بتقل من غير ما يحصل تغيير في مين يا باشمهندس؟ في كميه الميه. يعني ايه ما يحصلش تغيير في كميه الميه؟ يعني الووتر فيبر بتاعنا ولا بيقل ولا بيزيد. يبقى مين اللي ثابت؟ خلي بالك الاوميجا. يعني اوميجا واحد اعلى من اوميجا اثنين. طب لحد ما اعرف فين بقى مثلا عند نقطه كام؟ عند نقطه الفين. يبقى ده كده شكل الاجراء بتاعنا. طبعا هو ايه؟ هوريزونتال كده ناحيه الشمال. طيب انا اي اجراء عندي لازم عايز احسب له كميه الحراره اللي انا سحبتها من الهواء. طيب كميه الحراره اللي انا سحبتها من الهواء بنسميها كيو اس، كيو سنس. طيب وكيو سنسبل دي يا باشمهندس نحسبها ازاي؟ قال لك والله نحسبها زي اي كيو، يعني المفروض ان هي ام دوت فرق الشيء. يعني احنا زي ما كنا بنعمل يمكن في معظم الحاجات في التبريد، مش في كل الحاجات، كنا في معظم الحاجات في التبريد اي كيو علشان عايز تجيبها كنت بتجيبها ازاي؟ كانت عباره عن ام دوت في مين؟ في دلتا اتش. طب اني ام دوت؟ مين الام دوت اللي احنا دايما هنستخدمها؟ قال لك دايما هتلاقينا بنستخدم ام دوت دراي اير. اشمعنى بقى بتستخدم ام دوت دراي اير؟ لان من واحد لاثنين الام دوت دراي اير انا كده كده ضامن ان هي مالها؟ سخنه. طيب المفروض كثيرمودينامكس لما تقول الكيو تبقى اتش كام ناقص اتش كام؟ المفروض ان كثيرمودينامكس يبقى الاجراء اللي انت بتعمله ده يبقى الثاني ماينس. طيب احنا مش هنعمل دايما كده في التكييف، امال دايما ايه؟ قال لك دايما احسب الحاجات في التكييف ابسليوت. طيب طالما بحسب الحاجات ابسليوت يبقى معنى كده ان انا مش هقول بقى ثاني ماينس اولاني، هقول مين ناقص مين؟ كبير ماينس الصغير. طب مين الاتش الكبيره؟ احنا كده نقدر نجيب اتش 1 واتش 2 بالمناسبه، ازاي نقدر نجيب اتش 1؟ ما هي نقطة واحدة اهي. لا. طب ايه ده؟ المهم نقدر نجيب اتش 1 ولا مش هنقدر؟ معلش هات كده. نقدر نجيب اتش 2 ولا لا؟ انا دايما الاجراء بتاعي اقول اتش مين ناقص مين؟ اتش مين؟ اتش الكبيرة ماينس؟ يعني اتش كام ناقص اتش كام؟ طيب بس انا وانتوا عارفين ان الاجراء ده موجب ولا سالب، يعني الحراره هنا داخله ولا الحراره هنا خارجه؟ خلاص الحراره المفروض ان هنا خارجه، يعني احنا عارفين ان الاجراء ده شرطه ايه؟ شرطه نيجاتيف. بس احنا اعتباريا مش هنكتبه بالنيجاتيف، احنا هنكتبه بالايه؟ بالبوزيتيف، بس انا وانتوا عارفين ان هو نيجاتيف. يبقى الكولينج ده اجراء كده ايه؟ نيجاتيف. طب عكسه بقى مين؟ اللي هو ده الاجراء بقى عندنا. اجراء اسمه ايه؟ الهيتنج ايه؟ طيب برضه نفس الكلام، الاجراء ده كده سنس ولا ليه؟ الاجراء ده سنس. طب زي ما اتعلمنا بقى طبعا ايه المين بروسيس عندنا؟ اي اجراء انا عايز اعرف اعمله ازاي؟ طب ده اعمله ازاي؟ هجيب كويل برضه، بس المره دي بدل كل كويل اجيب ايه؟ هيت كويل. طب نرسمه ازاي هيت كويل؟ طب مستطيل جواه عامل ايه؟ بوست. طب والهواء جاي كده عند واحد يخرج عند كام؟ يخرج عند كام الهواء؟ لا نحاول نصحى بقى الغيبوبه اللي احنا فيها دي عشان نروح على دماغنا مش هنعرف نفوق. نفوق من الغيبوبه. ممكن نفوق من الغيبوبه؟ طيب ايه هي الابريدس فيو بوينت دي اللي هي درجه حراره مين؟ الكويل. طبعا درجه حراره الكويل المفروض ان هي تبقى ايه؟ اكبر من واحد ولا لا؟ طب جميل جدا. طيب زي ما اتفقت معاكم اي بروسس احنا عايزين نعرف ازاي نرسمها على السايكومتريك انشارت ولو بشكل كده اللي هو ايه؟ يعني طيب نقطة واحد دي بتفتكر سخنة ولا باردة؟ طالما أنا بسخنها يبقى هي إيه؟ باردة يعني معاك ناحية الشمال أهي. وبرضه علشان نوقع نقطة واحد دي يبقى أنا محتاج عنها كام بروبرتي على الأقل؟ اثنين. طب وقعنا يا عم نقطة واحدة، إحنا المفروض بنعرف نوقع نقطة.
طيب الاجراء ده سنسبل ولا ليتنت؟ سنسبل بس. طب يعني معنى كده ان الاوميجا مالها ثابته، بس انا ماشي يمين ولا شمال؟ انا ماشي بالاتجاه بتاع الدراي بالك ده هنزيد لحد ما اقف عند نقطه كام؟ عند نقطه 2. طبعا نفس الاوميجا ولا لا؟ الاوميجا واحده هي نفسها اوميجا كام؟ الاوميجا واحده هي نفسها اوميجا 2. طب عايز اجيب الكيو قدام برضه هنا كيو سنس. اتفقنا معاكم بقى لما اجيب الكيو اجيب الكيو اللي هي بالسيرمو ولا اجيب الكيو ابسوليوت؟ طب وطالما اجيب الكيو ابسوليوت ده عباره عن يعني كيو مش ام دوت فرق الشد؟ ام دوت مين دايما يا باشمهندسين؟ اشمعنى ام دوت دراير؟ عشان كل حاجه دايما في البروبرتيز متنسبه لكل كيلو جرام مين؟ دراير. اتش مين ناقص اتش مين؟ اتش الكبيره ماينس الصغيره. من الواضح مين الكبيره؟ هو اتجاه البروسيس عامل ازاي؟ ماشي من واحد لاثنين، يعني معنى كده مين الاتش الاكبر؟ يعني اتش 2 ماينس اتش كام؟ واحد. يبقى دي كده كيو ايه؟ طالما عرفنا الكولينج اونلي والهيتنج اونلي نعرف معاهم كده زي حاجه دايما بنتعرف معاها. ايه هي بقى الحاجه دي؟ الكلام ده اتشرح في المحاضره ولا لسه؟ لسه السبت الجاي. لسه السبت اللي جاي. طيب دول كده اول اثنين مين بروسيس، دول اللي هم يعتبروا ايه؟ سنسور طبعا واحده موجب واحده الثانيه ايه؟ سالب. دي طبعا الاجراء بتاعنا هنا ده كان سالب، طبعا الاجراء بتاعنا هنا موجب ولا سالب بقى؟ خلاص احنا مش بنحط ايه؟ احنا تاني ماينس اولاني انا وانتوا عارفين لو بنسخن موجب بنبرد سالب. طيب طالما عرفنا الاثنين دول بيتعرف معاهم كده حاجه على طول اسمها ايه؟ اسمها الكونتاكت فاكتور. يعني دايما اي كولينج كويل ما دي حاجه بتتعرف لمين؟ للكويل، سواء بقى كان كولينج كويل او هيتنج كويل اسمها ايه؟ الكونتاكت فاكتور. ايه بقى الكونتاكت فاكتور دي؟ خلينا كده يا باشمهندس نفترض مع بعض ان احنا عندنا كولينج كويل بالمنظر ده، ده كولينج كويل ولا لا؟ طب ازاي الرمز بتاعه خلاص مستطيل وجواه عامل نقص؟ طيب وادي الهواء مثلا جاي عليه زي ان هو جاي بدراي بالب تمبرشر 40 دجري سي وجاي بويت بالب تمبرشر زي ان هي 35 دجري سي. طيب فاكرين انتوا كل الكويل دايما كان بيبقى ليه درجه حراره اسمها ايه؟ السيرفس تمبرشر. خلاص السيرفس تمبرشر او الافكتيف سيرفس تمبرشر او الاسم بقى اللي هو الاشهر اللي هي بيسموها ايه؟ الاباريتس ديو بوينت. ايه اباريتس؟ دي ديو بي بوينت. اباريتس جهاز، ديو بوينت يعني درجه حراره الجهاز، درجه حراره الكويل. تبقى كام بقى كده دي عامله حاجه؟ قال لك زي مثلا ان هي بكام؟ 15 دجري سي. طب تعالى كده نفترض ان الهواء بتاعنا كده هيبقى خارج عند اثنين، كلنا نعرف نوقع البروسيس دي ولا مش هنعرف؟ ازاي نوقع البروسيس دي؟ اول حاجه نوقع النقطه اللي اسمها واحد. حد في الناس اللي قاعده عنده مشكله في ان هو ازاي يوقع نقطه واحد؟ لا يا باشمهندس مفيش، خلاص ده 40 ودي 35، ادي يا عم ال 40 اهي، وادي ال 35 اهي، والحاجات دي سيبها لنا في الامتحان يعني ما تعملهاش بره، هي انت مكتوبه على درجات. طيب احنا هنمشي ازاي؟ قال لك والله لو هو اجراء مثلا اللي احنا عاملينه ده كولينج اونلي، يعني الاجراء ده سنسبل ولا ليه؟ لا يا عم الحاج سنسبل. فانا بقول ان احنا هنمشي كده. طب اسالكم سؤال، لو كان الهواء ده بيحصل له التحام او بيحصل له تلامس بنسبه 100% مع الكويل، يعني ايه؟ يعني لو كل جزء من الهواء او كل ذره هواء بتلامس كل ذره كويل، كان ساعتها من المفترض كانت تطلع الدراي بالب تمبرشر بتاعت اثنين تطلع كام بالظبط؟ قال لك كانت تطلع عندها 15. بس ده يحصل امتى؟ ده يحصل يا باشمهندس لو كل جزيئات الهواء بيحصل لها تلامس مع كل ايه؟ جزيئات الكويل. فكل جزيئات الهواء نتيجه انها اتلمست مع الكويل تطلع بنفس الايه؟ التمبرشر بتاعت الكويل. طب ودي كانت تبقى احسن حاجه. ساعتها هنقول ان الكونتاكت فاكتور او الافشنسي بتاعت الكويل ده عاليه ولا قليله؟ عاليه. عارف تبقى كام بقى ساعتها لو كان بقى كل الجزيئات زي ما بنقول بتتلامس من الاير مع الكويل؟ كان ساعتها الارتفاع تبقى كام؟ 100%. طيب احنا عندنا كده الوضع اللي كان من المفترض انه يحصل. ايه بقى اللي المفروض انه يحصل؟ المفروض ان واحد هتبرد. بس لو انت يا باشمهندس بتبرد احسن حاجه، يعني ايه ببرد احسن حاجه؟ يعني ببرد بكونتاكت فاكتور يصل ل 100%، يعني كل جزيئات الهواء بتتلامس مع كل جزيئات الكويل. كانت ساعتها بقى نقطه 2 او النقطه اللي خارجه هتطلع نقطه 2 ولا كانت هتطلع نفسها الابريتس دي بوينت؟ كانت هتطلع هي نفسها الابريتس دي بوينت. انما بقى مش ده اللي بيحصل في الواقع. يعني ايه مش ده اللي بيحصل في الواقع؟ مش كل الهواء بيتلامس مع الكويل، في شويه بيهربوا، بيحصل لهم ما يسمى بالباي باس، يعني كانهم ما شافوش الكويل.
وده طبعا طبيعي. يعني انت تقدر ان انت تضمن لي ان كل جزيئات الهواء تتلامس مع كل جزيئات الكويل ولا ده مش بيحصل؟ ما بيحصلش. طبعا فيه شويه كانهم ايه، ما بيعدوش. طيب ده يخلي بقى الهواء طالع عند الابريتس فيو بوينت ولا يبقى طالع اسهل منها شويه؟ لا، هيطلع اسهل عندها بقى عند النقطه الحقيقيه اللي فعلا بتطلع، اللي هي اسمها نقطه كام؟ نقطه 2. يبقى كان من 1 ل2 ده الاجراء بتاعنا، ده مش مهندس اللي حصل، لكن من 1 للابريدس فيو بوينت ده اللي كان من الممكن يحصل. وكان ممكن يحصل لو انت يا باشمهندس اشتغلت بشكل ايه؟ ثيوريتيكال، ان انت بقى هتخلي كل جزيئات الهواء تتلامس مع ايه؟ مع كل جزيئات الكويل، كان ساعتها تقدر توصل ان الاثنين تبقى هي نفسها الابريدس فيو بوينت. طيب من الكلمتين القصاد دول، حد يقدر يقول لي ازاي نعرف الكونتاكت فاكتور للكولينج كويل اللي احنا قاسمينه ده؟ قال لك والله تبقى سهل. هو ايه اللي تم؟ او الكونتاكت فاكتور ده هو اللي تم على اللي كان من الممكن يتم. انت تبقى خارج من الامتحان تقول والله انا كان ممكن احل الامتحان ده كله، انما انت على ارض الواقع بتحل ايه؟ جزء معين منه. والكونتاكت فاكتور بتاعك هو ايه؟ تقديرك في الماده. فانت لو حليت الامتحان كله، ودي طبعا حاجه ثيوريتيكال، وحليته صح، كان ساعتها انت هتطلع بايه؟ بالدرجه النهائيه. انما انت ايه دايما بتبعد عن الدرجه النهائيه؟ في حاجات بتحلها غلط، في حاجات بتسيبها، مش ده الواقع؟ طيب يبقى اللي تم على اللي كان ممكن يتم. ايه هو التبريد اللي تم؟ قال لك والله التبريد اللي تم هو تي درايفر بواحد ماينس مين؟ تي درايفر باثنين. انما ايه التبريد اللي كان من الممكن ان هو يتم؟ تي درايفر بواحد ماينس ايه؟ ماينس تي ابريتس فيو بوينت. طيب عودوا دايما نفسكم ان على الشارت دي في شويه حاجات متناسبه مع بعض. يعني ايه متناسبه مع بعض؟ يعني ينفع نشيل دي ونحط اختها. مين هم بقى الحاجات اللي على السايكومتريك شارت متناسبين مع بعض؟ الدراي باب تمبرتشر متناسبه مع الاوميجا، متناسبه مع الاتش، متناسبه مع الديستنس. والديستنس دي بقى اهمهم، وحط لي بقى تحتها امتين خط. يعني تقصد ايه يا عم الحاج؟ يعني اقصد اقول لك ان انا ممكن بدل ما انا اقول تي دراي باب 1 ماينس تي دراي باب 2 على تي دراي باب 1 ماينس تي دراي ابريتس فيو بوينت، ممكن اقول ايه؟ اتش 1 ماينس مين؟ على اتش 1 ماينس ايه؟ اتش ابريتس ايه؟ فيو بوينت. ان في ما بينهم تناسب. طيب هل نقدر هنا نشيل الاوميجات؟ يعني مين مركز معايا يقدر يقول لي اه ولا لا؟ يعني احنا نقدر هنا نقول اوميجا 1 ماينس اوميجا 2 على اوميجا مش عارف ايه ماينس اوميجا ابريتس؟ ليه بقى يا عم الحاج؟ لان كلهم ايه؟ كلهم نفس الاوميجا ولا لا؟ وليه يا باشمهندس كلهم نفس الاوميجا؟ لان الراي بتاعنا ده سنسبل ولا ليه؟ طيب الاهم بقى يا باشمهندس من التمبرتشر والاهم من الاتش اللي سعادتك ان شاء الله من المفترض ان انت تحل بيها، هي حاجه اسمها ايه؟ الديستنس. مش انت من المفترض ان انت معاك سايكومتري اللي انا بعتها لك دي وانت نفضته من 17، ومن المفترض ان انت هتجيبها في الامتحان، ومن المفترض ان انت هتوقع كل النقط دي، ومن المفترض ان انت معاك مسطره. كل ده ايه؟ مفترض ان هو يبقى هيحصل يعني، صح ولا لا؟ طيب فنقدر ان احنا نقيس اي ديستنس بقى على سايكومتري بالمسطره. اه مين اللي هي تعبر عن الاجراء اللي تم كديستنس؟ الديستنس من كام لكام؟ من الديستنس من 1 ل2 دي تمثل الاجراء اللي تم. طب على الديستنس من كام لكام بقى ده تمثل الاجراء اللي كان من الممكن ان هو يتم من 1 لايه؟ من 1 للابريتس فيو بوينت. ودي هتلاقي ان هي اوفر في الوقت. انت بتقيس كام مسافه؟ مسافتين بس، بدل ما تطلع مثلا 3 حاجات، لا انت هتقيس ايه؟ مسافات. ده يتعرف لايه؟ لاي كولينج كويل، او لو هيتنج كويل برضه ممكن نعرف له حاجه اسمها الكونتاكت فاكتور. في مشكله في الكلام ده؟ طيب يبقى دي كده الاجراءات اللي هي السنسر. طيب بحاول دلتا تي المسافه، حولتها المسافه هي متناسبه معاك. يعني انت لو جبتها بالتمبرتشر زي ما تجيبها بالديستنس زي ما تجيبها بالاتش. هو الفيرست فيو بوينت انا بوقعها على سيتويشن لاين على حسب بقى، لسه ما جتش انا للنقطه دي. تمام، يعني لسه ما جتلهاش النقطه دي. لما اجي لها هتفهمها. ما تحاولوش تسبقوا الاحداث، لان اي حاجه لو جيت تسالوها انا عارف ايه. خلاص؟ يعني اي حاجه هتخطر في بالك تسال انا عارف ايه. طب خلينا نكمل. المهم دول كده اعتبروا اول 2 بروسيس. طيب في بعد كده اني بروسيس بقى يعتبروا مين بروسيس؟ عندنا مين؟ رقم 3 و4. الان اللي احنا بنسميها ايه؟ مش عايز سوق دي يونيفيكيشن. ايه يونيفيكيشن؟ اونلي
يعني معنى كده يا باشمهندس ان احنا هنعمل ايه في الاضراب ده؟ هنعمل ايه؟ هنرش ايه؟ هنرش ميه ولا هننزع ميه؟ لا هنعمل ايه؟ هنرش ميه. بس اقول لك اونلي يونيفيجن اونلي، يعني الاضراب ده سنسبل ولا الاضراب ده ليتنت؟ حلو. طيب الاضراب ده لازم ينزع على السايكومتري، خلاص بقى لو انا عايز اعمله برش ميه، يمكن اقول لك برش ميه ازاي كمان شويه. طيب الاضراب ده لما انا بحب اعمله اعمله ازاي على السايكومتري؟ ده هو هيتعمل في الهواء الجاف. يعني ايه الهواء الجاف؟ يعني اللي نسبه البخار الماء فيه مالها قليله. طب ده يا باشمهندس هيبقى عامل ازاي؟ هتلاقي الاوميجا بتاعتك واحد مالها حاجه عامله كده. طيب انت يا باشمهندس هترش ميه بس بشكل ايه؟ سنسبل ولا ليتنت؟ طب يعني ليتنت ده معناه ان مين ثابته بقى المره دي؟ دراي برضه تمبرتشر ثابته، عشان كده ساعات بيسموا الاجراء ده برضه اجراء ايه؟ ايزوثيرمال. يبقى لما اقول لك ايزوثيرمال هيوميديكيشن يعني معنى كده تلاقي كلمه كونسنت ايه؟ دراي برضه تمبرتشر. اطلع ولا انزل بقى؟ هنطلع صح؟ لحد ما نروح لنقطه كام؟ طيب مش من واحد لاثنين ده الترتيب اللي ده؟ طيب احنا زي ما اتفقنا اي عمليه لازم نكون بنعرف نحسب لها كيو. مبدئيا بقى خلاص الكيو دي كيو سنسبل ولا كيو ليتنت؟ دايما كيو ليتنت هكتب كيو ال كده. طيب ودايما اي كيو بقى عندنا في الباعه دي هي عباره عن كام دول في ايه؟ اتش ون. مين بقى اتش ون؟ مين ناقص مين دايما؟ كبيره ماينس ايه؟ صغيره. يعني اتش 2 ماينس 1. انهي ام دوت؟ طبعا دراي. دراي ايه؟ اسالك سؤال بقى، انا كده كده طالما يعني بجيبها في قيمه ابسوليوت لازم اكون عارف اشارتها. اشارتها موجبه ولا سالبه بقى دي؟ دي المفروض ان اشارتها ايه؟ موجب، لانك بتزود انرجي صح؟ مش انت بتزود ميه؟ يعني بتزود انرجي. ما هي الميه بتاخد انرجي. فيها مشكله كده؟ طيب، في حاجه كمان بنحسبها بقى لما بيبقى الموضوع هيوميديفيكيشن او دي هيوميديفيكيشن، دي ما حسبناهاش في الايه؟ في الكولينج والايه؟ والهيتنج. لا مين؟ لا كميه الووتر فيبر اللي احنا بنرشها. كميه الووتر فيبر مش انت في شويه ميه رشيته من واحد لاثنين؟ صح ولا لا؟ عشان تمشي من واحد لاثنين لازم تكون حضرتك عملت ايه؟ رشيت ميه. رشيت ميه. طب تعرف تقول لي بقى كميه الميه دي نجيبها ازاي؟ قال لك والله سهله. ام دوت ووتر فيبر او دلتا ام دوت ووتر فيبر هي عباره عن ام دوت ووتر فيبر 2 ماينس مين؟ ام دوت ووتر فيبر 1. طيب انا عايز اسالكم سؤال، هي كده كده الاوميجا اصلا كانت بتساوي ايه؟ الكلام ده احنا عملناه قبل كده في الكولينج تاور ايام ما كنا بناخد ايه؟ 7. طيب الان دوت فاكرين الاوميجا كان بيساوي ايه؟ ان دوت مين؟ ووتر فيبر على ان دوت دراي اير. عملنا حاجه شبه كده في الكولينج تاور. طيب يعني انا لو عايز اجيب ان دوت ووتر فيبر تبقى عباره عن ايه؟ اوميجا صح؟ في ان دوت دراي اير ماينس اوميجا في ان دوت دراي اير. طيب لما اتكلم هنا عن ماس ووتر فيبر 2 يبقى دي كده اوميجا كام؟ طيب ولما اتكلم هنا عن ماس ووتر فيبر 1 يبقى دي اوميجا كام؟ وتش طبعا انت اوميجا 1 واوميجا 2 يعني انا متوقع ان انت تكون بتعرف تجيبهم يعني. مش هتعرف تجيبهم من على الشارت؟ اوميجا 1 واوميجا 2. طيب مين بقى اللي كده كده ثابت من 1 ل 2 عمره ما هيتغير؟ واتفقت معاكم على الكونسبت ده. يعني معنى كده ان هي ام دوت دراي اف اوميجا كام ناقص اوميجا كام؟ اللي هي اوميجا مين بقى ناقص اوميجا مين؟ شفت كده بقى؟ يبقى كميه الميه اللي انت رشيتها هي عباره عن ام دوت دراي اف مضروبه في ايه؟ فرق اوميجات كبيره ماينس صغيره. فيها مشكله كده؟ سهله ولا صعبه؟ طيب بنعرف حاجه كمان بالبروسس دي اسمها اليونيفاينج افشنسي. يعني ايه اليونيفاينج افشنسي؟ لو تبص كده هو ده الترتيب اللي اتم، الترتيب اللي تم من كام لكام؟ من واحد لاثنين. طب ايه اقصى ترتيب كان من الممكن ان هو يتم؟ كنا نوصل باثنين دي لفين؟ يعني اقصى مكان نقدر نقف فيه وساعتها بقى خلاص الهواء يبقى مشبع بالميه، انا عمال ارش له ميه. هو هينفع خلي بالك كل انا هسيبه اساله سؤال ويطلع من يعني مش مركز معايا هيزعل مني. خلاص؟ ركزوا معايا. مش انتوا الفئه النجاه؟ الفئه النجاه تبقى قاعده مركزه. خلاص؟ طيب يبقى دلوقتي لو انا عايز اجيب يا باشمهندس اقصى ترتيب من الممكن يبقى هوصل من واحد بقف عند اثنين ولا اقف فين؟ خط الساتوريشن. عند النقطه بتاعت ايه؟ الساتوريشن ولا لا؟ سين اسمها اس. طيب يبقى ايه هي بقى الفيتا هيوميديفاين او اللي هي بيسموها الهيوميديفاين افشنسي؟ ايه هي الهيوميديفاين افشنسي دي؟ مش هي تمثل برضه يا باشمهندس الترتيب اللي تم على الترتيب اللي كان من الممكن يتم؟ ايه هو الترتيب اللي تم؟ مين الترتيب اللي تم؟ مش اوميجا 2 ماينس اوميجا 1؟ طب ايه الترتيب اللي كان من الممكن ان هو يتم؟ اوميجا اكس ماينس. طيب وممكن ان احنا بدل الاوميجات عارف نقول مين برضه يا باشمهندس لو انت شاطر؟
يعني ممكن نقول اتش 2 ماينس اتش 1 على اتش اس ماينس اتش 1. ومين بقى الاهم تعتبر يعني اهم واحده في الليله دي كلها وهي دي اللي احنا بقى هنعملها. اقول ان هي مين على مين؟ اقول ان هي عباره عن ايه؟ الديستنس من كام لكام؟ على الديستنس من كام لكام؟ ده كده الترتيب اللي تم على الترتيب اللي كان من الممكن ان هو يتم. تمام؟ طيب دي كده الاجراء اللي احنا بنسميه ايه؟ روميديفاين اون. الاجراء ده طبعا ليه؟ طيب في بعد كده عندنا رابع اجراء بقى في المين. احنا كده اعتبر اخر اجراء هنقوله ده كده اخر اجراء في المين. وطبعا من الواضح هيبقى ايه؟ يعني مين شاطر بقى كده يقول لنا الاجراء ده هيبقى اسمه ايه؟ رقم اربعه اسمه الدي هيوميديفاين او الدي هيومي ايه؟ طيب الدي هيوميديفيكيشن ده علشان نعمله نعمل ايه؟ طبعا هنا الدي هيوميديفيكيشن اون. طيب علشان انا اعمل الدي هيوميديفيكيشن فات معاكم المره اللي فاتت على كام حاجه؟ على الاثنين. طيب ايه هما الحاجتين اللي انا اتفقت معاهم على مع الناس المره اللي فاتت؟ علشان نعمل دي هيوميديفيكيشن. انت؟ الدرايفر بتنفتشر هتبقى ثابته. انا بقول لك نعمله ازاي بقى؟ نعمله ازاي؟ ايه الحاجه اللي احنا نجيبها نعمله بيها؟ مش انت هنا مثلا هترش ميه؟ انا نعمل ايه؟ ننزع ميه ازاي؟ سلك جل او حاجه ثانيه. ايه هي؟ نسخن ولا نبرد؟ في واحد هنا بيقول لك نسخن. نبرد. نبرد عادي كده؟ لازم ليها شرط. فين ايه؟ لازم نبرد بدرجه حراره اقل من مين؟ الديو بوينت بتاعت الهواء. هو لما انت تبرد وتخليه اقل من الديو بوينت بتاعته ايه اللي هيحصل للميه لو تفتكر؟ هتتكسر. فيها مش مشكله الكلام ده؟ طيب عايزين بقى يا باشمهندس يعني الناس في الاجراء ده زي ما اتفقنا كده. طبعا انت اكيد لما تيجي تعمل فيه هيوميديفيكيشن هتعمله بحاجه الاوميجا بتاعتها عاليه ولا قليله؟ اكيد الاوميجا بتاعتها عاليه صح؟ طيب دي هيوميديفاينج اونلي برضه الاجراء ده ايزوثيرمال ولا لا؟ يعني انا طالع ولا نازل؟ صح؟ نازل. وش كونستنت مين؟ لحد ما اوصل لاثنين. طيب وبعد ما اوصل لاثنين زي ما اتفقنا بقى مع بعض في كذا حاجه عايزين نعملها. اول حاجه نطلع الكيو. طبعا الاجراء ده سنسبل ولا ليتنت؟ ليتنت بس. طيب في كيو ليتنت ولا مفيش؟ واي كيو في العالم هي عباره عن انبوت فرق ايه؟ طيب اني انبوت دايما؟ اني انبوت دايما؟ طيب في اتش مين ناقص اتش مين؟ والله اتش كبيره. طبعا انا بعمل كده ده ان انا بعرف اجيب الاتش. طبعا انت المفروض تكون بتعرف تجيب الاتش لو عرفت توقع واحد واثنين. طيب يا اتش كام ناقص اتش كام؟ بس انا وانتوا عارفين بقى ان الاجراء ده موجب ولا سالب؟ الاجراء ده سالب. ليه الاجراء ده سالب؟ لانك بتنزع ميه. يعني معنى كده ان الميه دي بتدخل من الهواء ولا بتخرج من الهواء؟ يعني الانرجي بتقل ولا بتزيد؟ يبقى الاجراء ده ماله؟ طيب هي دي بس الحاجه اللي احنا بنعرفها ولا بنجيب كمان كميه الميه؟ بس كميه الميه هنا المضافه ولا كميه الميه هنا الممزوعه؟ طب ده ان دوت ووتر فيبر بقى على طول هي عباره عن ايه؟ برضه ان دوت دراي هي الاوميجا دي ناقص اوميجا مين على طول؟ ما نعرف اجيب ايه؟ اوميجا واحد ماينس اوميجا كام؟ طيب وهنا ما بنعرفش حاجه اسمها دي هيوميديفاينج افشنسي. يعني مفيش حاجه كده بره اسمها دي هيوميديفاينج افشنسي. يعني لان انت اقصى دي هيوميديفيكيشن هتعمله ان انت تقعد تنزل باثنين دي لحد ما توصل فين؟ تحت خالص. تحت خالص يعني الاوميجا تبقى كام؟ طب ومفيش اي اجراءات بنوصل فيها الاوميجا بزيرو؟ مفيش اي اجراءات بنوصل فيها الاوميجا انها تبقى بزيرو. وبالتالي تعريف الدي هيوميديفاينج افشنسي ملوش ايه؟ ملوش معنى. يعني انت دايما هتلاقي ان هو ممكن يطلب منك هيوميديفاينج افشنسي لكن ما يطلبش منك حاجه ملهاش معنى. في مشكله في الكلام ده؟ طيب يعني من الاخر انا كده قدرت ان انا اختزل المين بروسيسز دول في اربع اتجاهات. ايه هم الاربع اتجاهات بتوعنا؟ هم فعلا الاربع اتجاهات بتوع الشمال والشرق والايه؟ صح ولا لا؟ صدقت امي بالله قسما بالله العيال بتاع البيلدنج بتاخد الكلام ده احسن ما انتم بتاخدوه مني دلوقتي والمفروض ان هو البيلدنج ده مش هيعملوا بيه حاجه. طيب دلوقتي لو انا عندي نقطه اسمها واحد اعمل بيها مين بروسيس ازاي؟ اطلع وانزل ويمين وشمال. طيب لو بنطلع والاجراء ده اسمه ايه؟ هيوميديفيكيشن. موجب ولا سالب؟ طب لو هننزل دي هيوميديفيكيشن موجب ولا سالب؟ سالب. لو هنروح يمين هيتنج ولا كولينج؟ موجب ولا سالب؟
طيب احنا في بقى بعد كده النوع الثاني من البروسيسز، لو تفتكر بقى كان اسمه ايه؟ الماكس بروسيسز. يعني ايه الماكس بروسيسز؟ يعني انا مش هعمل حاجه واحده، هعمل هتلاقي بعمل ايه حاجه ماكس، يعني اعمل ايه حاجتين مع بعض. يعني ممكن اعمل ايه؟ ممكن انزل كده. طيب خلي بالكوا دايما الاجراءات على الشارت، دايما الاجراءات بتترسم خطوط مستقيمه، يعني دايما كل الاجراءات والسايكلز وكل الكلام ده لما يجي ترسم على الشارت هترسم ايه؟ خطوط مستقيمه. طيب الاجراء اللي انا لسه عامله ده يعتبر اجراء سنسبل ولا اعتبر ده اجراء ليتنت؟ يعتبر اجراء سنسبل اند ايه؟ ليتنت. طيب اسمه ايه بقى الاجراء ده؟ ده بتعمل ايه؟ بتعمل كولينج، وكمان بتعمل حاجه اسمها ايه؟ ديهيوميديفيكيشن او كوندنسيشن. ماشي. وخلي بالك بقى ده اول اجراء هنتكلم عنه النهارده، الاجراءات الماكس. طيب انا عايز مثلا يا باشمهندس امشي كده، طبعا انا مش هطلع بره الشارت يعني، بس انا لو همشي كده يبقى انا بعمل ايه؟ كولينج برضه، بس بعمل ايه كمان؟ يبقى بعمل كولينج ويز ايه بقى ده؟ بيقول ايه؟ هيوميديفيكيشن. ماشي. طيب لو همشي كده الاجراء ده كده بقى ايه؟ هيتنج and the humidification. طيب لو بقى عايز امشي كده heating كده heating and the humidification and the dehumidification، صح ولا لا؟ طيب وكده الاربعه دول بقى اللي هم رقم 1 2 3 4 دول، مين دول؟ مين دول يا جماعه؟ ميكس. دول كده ميكس بروسيس. تعال كده نتكلم عن مين؟ عن اول واحده فيهم. طيب اول واحده فيهم تعتبر اهم واحده ريليتد لشغلك انت. انت لو فرضا يعني جدلا هتشتغل مهندس تكييف في مصر، غالبا انت مهتم بأي اجراء من دول. يعني انت مين الاجراء اللي بتاكل بيه عيش بره؟ كولينج. قد ايه؟ ليه كولينج قد ايه هيوميديفيكيشن؟ كولينج لان احنا طبعا معظم ابلكيشنز التكييف بتتعمل في الصيف ولا في الشتاء؟ ما عندناش في الشتاء، عندنا في الصيف. طيب فانت في الصيف عايز تعمل ايه في الهواء؟ كولينج. طب والرطوبه عندنا عاليه ولا قليله؟ عارف انا محتاج ان انا اعمل ايه في الرطوبه؟ يعني محتاج ان انا اعمل ايه؟ كولينج اند دي هيوميديفيكيشن. طيب زي ما انا سالت الراجل اللي ورا ده، احنا ممكن ان احنا نعمل الاجراء ده بحاجتين، وممكن ان احنا نعمله بايه؟ بحاجه واحده زي ما اتفقنا المره اللي فاتت. طب تفتكروا احنا بقى يعني اختصارا دلوقتي لما نيجي نشرح بقى اول اجراء ماكس فيهم اللي انا هسميه بقى كولينج اند ايه؟ اند دي هيوميديفيكيشن. طيب الكولينج اند دي هيوميديفيكيشن بتاعنا ده هنعمله ايه بقى يا باشمهندسين؟ قال لك والله بص هنعمله بحاجه واحده بس اللي هي اسمها ايه؟ الكولينج كويل. طيب بس الكولينج كويل بتاعنا ده خلي بالك هيكثف ميه، لانه هيعمل حاجه اسمها دي هيوميديفيكيشن. فدايما هتلاقي ان تحت كده في بان حله، الحله دي بيجمع فيها ايه؟ ميه. الميه دي اللي هي نازله من التكييف. مش احنا عندنا تكييف في البيت؟ التكييف في البيت بينزل ميه ولا لا؟ عارف ايه مصدر الميه اللي نازله من التكييف ده؟ مين؟ الهواء. الميه دي كانت جوه فين؟ الهواء حصل لها ايه؟ كوندنسيشن. هل فيها مشكله؟ طيب ايه بقى دلوقتي الهواء برضه جاي هنا اهو عند واحد درجه حراره اسمها ايه؟ في دراي بالب واحد ومثلا في ويت بالب واحد. طيب ده هيبرد ولا لا؟ فليه تمبرتشر اسمها ايه؟ الابريتس ديو بوينت. طيب لحد ما نروح للاثنين، ايه شرط ان يحصل كولينج اند ديهيوميديفيكيشن والاجراء ده ما يبقاش بقى سنسبل؟ انا عايز الاجراء ده يبقى سنسبل ولا عايز سنسبل ويكون كمان ايه؟ عايز سنسبل اند ليت. طيب الاجراء ده علشان يبقى سنسبل اند ليت لازم يكون في شرط مهم جدا نحققه هنا بقى. ايه هو الشرط اللي احنا لازم نحققه هنا؟ ان يكون الابريتس فيو بوينت دي تكون اقل من مين؟ قال لك لازم تكون اقل من الديو بوينت بتاعت الهواء وهو داخل، لازم تكون اقل منها، ما تكونش بتساويها حتى. انت عارف انت لو بتساويها هيحصل ايه برضه؟ كولينج، بس لازم تكون ايه؟ اقل منها، زي ما احنا شفنا في الاكزامبل بتاع الاوضه. فاكرين الاوضه اللي انا شرحتها لكم المره اللي فاتت لو مننا يعني حد فاكر؟ طيب قعدنا نبرد نبرد لحد ما وصلنا عند درجه حراره الديو بوينت، حصل تكثيف ولا ما حصلش تكثيف؟ لو اللي مننا متذكر هنلاقي ان احنا لما نقف عند الديو بوينت بالظبط ما حصلش ايه؟ تكثيف. طب امتى يحصل تكثيف بقى؟ انا اقلل عن ايه؟ عن الديو بوينت. هل فيها مشكله؟ طيب تعالوا كده نفتكر مع بعض الاكزامبل بتاع الاوضه علشان انا ايه عارف ان انتوا مش فاكرين. طيب الاوضه دي كنا بادئين عند درجه حراره كام؟ اختصارا للوقت 30،
انا كده قعدت انا برده بقت كام؟ بقت 20. قعدت برده لحد ما بقت كام لو تفتكروا؟ بقت 15. طيب عند 15 دي حصل حاجه غريبه جدا، حد فاكرها؟ لقينا يا باشمهندس ايه بقى؟ لقينا ان الماس ووتر فيبر والماس ووتر فيبر الماكسيموم بيحصل لهم ايه بقى عند النقطه دي بالظبط؟ بيودوا بعض ولا لا؟ يعني معنى كده ان الفاي عند النقطه دي بكام بالظبط؟ 100%. 100%. وسمينا دي نقطه مين؟ نقطه ندى دي ولا مش ندى؟ ندى. طب انا لو عايز يحصل تكثيف هنقف عند ندى ولا لازم نقلل عنها؟ نقلل. طب تعالى نقلل عن ندى، لو احنا قللنا عنها ولو نص درجه ايه اللي هيحصل ساعتها؟ طبعا درجه الحراره هتبقى 14.5. طيب وايه اللي يحصل بقى كده يا باشمهندسين؟ نلاقي ان الماس ووتر فيبر الماكسيموم اللي مننا يفتكر الماس ووتر فيبر الماكسيموم هنا اقل من مين؟ اقل من الماس ووتر فيبر. يعني معنى كده ان الراجل ده شايل كميه ميه اكتر من اللي هو يقدر يشيلها. ينفع ان انت في الجيم تشيل حديد اكتر من اللي انت تقدر تشيله؟ ما ينفعش، هتتمزق. طب ايه اللي لازم يحصل؟ قال لك لازم الهواء يبدا ان هو يرمي ايه؟ ميه من جواه. خلاص؟ يبدا ان هو يعمل بقى عمليه ايه بقى كده يا باشمهندس؟ يعني معنى كده ان احنا على طول الخط ده العمليه هنا كولينج ولا مش كولينج؟ كولينج بس سنسبل ولا ليتنت؟ طيب بعد كده هنا كولينج ولا لا؟ سنسبل ولا ليتنت؟ لكن تعال بقى بص هنا بقى يا باشمهندس، اول لما قللنا عن ندى حصل كولينج ولا ما حصلش؟ حصل كولينج، بس حصل معاه كمان ايه؟ كوندنسيشن، صح ولا لا؟ يبقى ده شرط عمليه الايه؟ عمليه الكولينج اند ديهيوميديفيكيشن. ان انا لازم اجيب بقى الابارتس ديو بوينت ده قد ندى ولا لازم يكون اصغر منها؟ لازم يكون اصغر منها. طيب مين بقى الشرط اللي يقدر يرسم لنا الاجراء ده على السايكومتريك شورت؟ قال لك والله الهواء اللي هو عند واحد ده تعرف توقعه ولا مش هتعرف؟ انا مديك عنده كام بروبرتي؟ انا بقى مديك عنده اثنين، وغالبا الهواء ده هيبقى الهواء اللي هو في الصيف. يعني حر ولا برد؟ حر. يعني درجه حرارته عاليه ورطوبته كمان ايه؟ عاليه. اهو يا عم مرمي هنا، انا بعرف اوقعه. انا بعرف اوقعه على زفت، المهم هيحصل له ايه بقى ده؟ حاجه واحده ولا حاجتين؟ طيب. هيحصل له كولينج، يعني معنى كده ان احنا نمشي شمال ولا لا؟ طيب ويحصل له كمان ايه؟ بنلاقي نفسنا بننزل ولا مش بننزل؟ هو ده كده احنا عملنا ايه؟ طب كده عملنا ايه لما ننزل لتحت؟ يوم يبقى معنى كده انت مش بترسم بقى الموضوع بالشكل ده، انت هترسمه ايه على بعض بقى؟ المحصله. لان هو فعلا اللي تم يا باشمهندس ان انت عملت ايه؟ عملنا دي هيوميديفيكيشن وعملنا في نفس الوقت ايه؟ طيب والاجراء بتاعنا ده كده بيتقسم لكام اجراء؟ قال لك والله كده يا باشمهندس الاجراء بتاعنا من واحد لاثنين ما تقسمش لاجراء واحد، ده كده تقسم لكام اجراء؟ اجراءين. الاجراء ده يعتبر ايه؟ ليتنت ولا سنسبل؟ طيب والاجراء ده بقى يعتبر ايه؟ طيب الاثنين موجب ولا الاثنين سالب؟ الاثنين سالب صح؟ مش ده نيجاتيف سالب؟ ليتنت؟ وده سنسبل ليتنت او سنسبل ده برضه نيجاتيف ولا لا؟ مش ده بتبرد؟ بتنزع؟ اسالك سؤال، لو كان الكونتاكت فاكتور بتاعنا 100% المفروض ان واحد تطلع اثنين ولا تطلع نقطه ثانيه؟ ايه اللي هو الكونتاكت فاكتور هو 100% 100% احلى كونتاكت فاكتور؟ كنا ساعتها نخرج عند اثنين ولا كنا بنخرج عند نقطه ثانيه؟ كنا بنخرج عند نقطه اللي اسمها ايه؟ ابريتس ديو بوينت. الابريتس ديو بوينت بقى اللي مننا يعني مركز معايا هيلاقي مكان الابريتس ديو بوينت دي فين؟ قال لك هنلاقي ان مكان الابريتس ديو بوينت دي واقع على خط الايه؟ على خط الساتوريشن. لازم يكون مكان الابريتس ديو بوينت على خط الساتوريشن. اشمعنى؟ ليه بقى؟ ليه الابريتس ديو بوينت واقع على خط الساتوريشن؟ والاجابه بمنتهى البساطه. هي الابريتس ديو بوينت دي اقل من الديو بوينت بتاعت الهواء ولا اكتر منه؟ اقل. اقل من الديو بوينت، يعني معنى كده ان هي مكانها هنا ولا لا؟ صح؟ مش دي كده الديو بوينت؟ ادي يا عم الديو بوينت. انا عند الديو بوينت الفاي بتاعتي كامل. طيب واقل منها يبقى الفاي بتاعتي كامل. يعني معنى كده الابرنس ديو بوينت بتاعتي دي الفاي بتاعتها كامل. مش لازم 100%؟ يبقى معنى كده ان انا لو خارج او الابرنس ديو بوينت بتاعتي هي نفسها الديو بوينت، خلي بالك بقى. لو هي نفسها الديو بوينت او اقل من الديو بوينت ساعتها الابرنس ديو بوينت دي هتطلع بفاي كامل.
100% ولا لا؟ يعني معنى كده ان اقرار حق الله كان هيتم ازاي؟ قال لك والله ده اقرار حق الله كان المفروض ان هو انت تبرد من واحد لحد ما توصل لمين؟ للابريدس دي. ده امتى بقى كنا نطلع بالابريدس دي بوينت دي؟ لو كان الكونتاكت فاكتور بتاعنا كام؟ 100%. 100%. طيب ولو كنا بقى ساعتها طلعنا عند الابريدس دي بوينت كنا نلاقي نفسنا عند خط الساتوريشن ولا لا؟ لازم نلاقي نفسنا عند خط الساتوريشن. لان درجه حراره الابريدس دي بوينت دي اقل من الدي بوينت بتاعت الهواء وهو داخل ولا اعلى منها؟ اقل. يعني معنى كده ان انت على خط الساتوريشن ولا لا؟ طب ده اللي بيحصل في الواقع ولا الكونتاكت فاكتور هيكون اقل من 100%؟ طالما الكونتاكت فاكتور بتاعنا اقل من 100% اطلع عند الابريدس ولا اشفت عنها شويه واطلع عند نقطه الاثنين؟ يا معنى كده من واحد لاثنين ده هو الاجراء اللي تم ولا لا؟ طب يعني معنى كده سعادتك تقدر تحسب لي هنا كام كيو؟ واحده ولا اثنين؟ اقدر احسب فيه اسمها ايه؟ واقدر احسب فيه اسمها ايه؟ واقدر احسب فيه كمان اسمها عارف كيو ايه؟ طيب وكمان اقدر احسب حاجه اسمها ايه هنا؟ طب يلا بينا بقى نحسب كل الكلام ده. عايز احسب الكيو سنسبل. يعني ايه كيو سنسبل دي؟ يعني الاجراء السنسبل بس، لان الاجراء ده عندي كام اجراء؟ يعني كان سعادتك عملت فيه ايه؟ السنسبل، وده اللي احنا فعلا بنعمله. تلاقي ان احنا بنقسم الاجراء من واحد لاثنين كده بالنص. طيب تحس ان النقطة البينية دي ولتكن اسمها نقطة ايه؟ النقطة اللي اسمها ايه دي عملت ايه في الاجراء؟ قسمتولي ايه؟ اجرائين. طيب انا يا باشمهندس لو عايز اجيب بقى كل الكيوهات، الكيوهات دي تستلزم وجود اتشات ولا لا؟ يبقى اجيب اتش واحد واجيب اتش ايه واجيب اتش اثنين. ركز بقى انا عايز اجيب كيو سنسل. اي كيو هي ايه؟ ان دوت دراي ايه؟ اتش مين ناقص اتش مين؟ اللي انا بتكلم على السنسل اللي هو ده ايه ماينس اتش ايه ماينس اتش اثنين صح؟ الاجراء ده موجب ولا سالب؟ انا وانتوا عارفين الاجراء ده ايه؟ سالب. طيب عايزين نجيب كيو ريتنج تبقى ان دوت دراي في مين؟ فاتش مين ناقص اتش مين؟ طيب الاجراء ده موجب ولا سالب برضه؟ سالب. طيب عايزين بقى نجيب كيو توتال. ركز بقى معايا. لو انا عايز اجيب كيو توتال اعمل ايه؟ حاجه من اثنين، اما ان انا اقول ان هي مين؟ هو بنفس الفكره ممكن اقول ان هي ايه؟ ان دوت دراي اير بس اتش مين ناقص اتش مين؟ اتش واحد. طيب او ممكن اقول يا باشمهندس ان هي مين زائد مين؟ السؤال بقى هنا مين؟ اللي اساله الجاوب هي كيو سنسبل زائد كيو ليتنت ولا كيو سنسبل ناقص كيو ليتنت؟ يعني اجمع الاثنين ولا اطرحهم؟ ليه؟ بالظبط طالما هما الاثنين ليهم نفس الاشاره يبقى نعمل ايه؟ هنجمعهم. يبقى من الاخر راح دماغهم ليهم نفس الاشاره يتجمعوا، ليهم عكس الاشاره يتطرح. راح دماغها اخضر في الصيف يتجمعوا، في الشتاء يتطرح. يعني هنشوفها بقى لما نشوف الصيف والشتاء. في مشكله في الكلمتين دول؟ طيب مش ده بس اللي انا عايز احسبه، انا عايز احسب حاجه اسمها ايه؟ الكونتاكت فاكتور بقى الخساره اللي هتجيب بهزلك على طول. ما انت وقعت كل الرجاله دي. هنجيبه بقى بانشاءات والتهات والكلام ده؟ لا اجيبه ازاي؟ مين بقى شاطر يقول لنا؟ الديستنس التي تمثل الاجراء اللي هي من كام لكام؟ طيب على اللي كان من الممكن تحصل اللي هي من كام لكام؟ واحد الابريتس. في مشكله في الكلمتين دول؟ طيب لو انا بقى يا باشمهندس جيت اديتك مساله، ما هي مش مساله هي كيس كده. دي هتلاقيها مساله في الشيء. يعني الشيت ده كان زمان شيت واحد بس هما ايه يعني خلوه ثلاث شيتات، هو كان شيت واحد. طيب احنا ان شاء الله ان المره الجايه هنبدا نحله، وغالبا المره الجايه دي تبقى اخر مره في السايكومتري، هي خدت اكتر من وقتها يعني. المفروض ان احنا لما نحل على السايكومتري مفيش بقى حاجه ثانيه نعملها، بقى تبقوا ايه؟ دوروا لنا بقى على حاجه نعملها. المهم طيب ايه المهم؟ المهم لازم تخلي بالك من حاجه عشان ما تتلخبطش دلوقتي. انا عندي حاجه اسمها ايه؟ الابريدس دي بوينت. خلي بالك بقى ان الابريدس دي بوينت دي ليها ثلاث حالات. ازاي؟ ممكن الابريدس دي بوينت تكون اعلى من التي ديو بوينت واحد. دي اللي هي الابريدس دي بوينت اللي مركز بدرجه حراره ايه؟ الجهاز. الجهاز الكويل. لكن دي درجه حراره مين؟ الجو. دي بوينت بتاعت الايه؟ الهواء. لو كانت الابريدس دي بوينت اعلى من الديو بوينت بتاعت الهواء وهو داخل هيحصل كولينج؟ ايوه هيحصل. ايوه كولينج. بس هيحصل كولينج ايه؟ بس.
صح كده؟ يعني معنى كده ان شكل الاجرام عامل ازاي يا عم انت وهو؟ يعني كان نقطة كام دي؟ مش دي واحد؟ قول ولا لا؟ يبقى اثنين هنا. طيب هتلاقي بقى الابريدس دي بوينت فين؟ لا يمكن تكون واقعة على خط الساتوريشن. لا يمكن هنا تكون واقعة على ايه؟ خط الساتوريشن. ليه بقى يا باشمهندس مش واقعة على خط الساتوريشن؟ جاوبني انت بقى. انت. ليه بقى؟ مش واقعة ليه على خط الساتوريشن؟ لسبب بسيط. الساتوريشن ده التمبرتشر بتاع الديو بوينت بتاع النقطة واحدة. بالظبط فعمرها ما هتبقى ايه النقطه دي عمر ما الهواء كده يبقى ساتوريتد ايه صح لانك اعلى من مين من الديو بوينت فمعنى كده ان الاجراء اللي حصل هنا في الكيس دي الاجراء اللي تم ده كده كولينج ولا مش كولينج كول بس كولينج ايه بس كده اول كيس ساعتها لما الديو بوينت بس فين عمرها ما تبقى على خط الساتوريشن طب ممكن تبقى الابريدس ديو بوينت هي نفسها الديو بوينت بتاعت الهواء ساعتها هيحصل كولينج ولا كولينج اند ديهيوميديفيكيشن كولينج برضه بس يعني معنى كده ان شكل الدراي عامل ازاي برضه يا باشمهندس شكله عامل ازاي ادي واحد والاثنين مين بقى الشاطر يقول لنا فين الابريدس هتلاقي بقى هنا في الحاله دي الابريدس واقعه فين ليه بقى الابريدس واقعه على خط الساتوريشن لان هي نفسها الديو بوينت بتاعت الايه الهواء هو ده واخر كيس بقى اللي احنا لسه شرحناها هنا بقى لما تبقى الابريدس ديو بوينت اقل من الديو بوينت بتاع الهواء وهو داخل خلاص يبقى هنا برضه ستيل كولينج ايه؟ هون طب يحصل هنا كولينج قد ايه؟ يعني شكل الاجراء يبقى شكله عامل ازاي يا باشمهندس؟ ما يهمنيش شكل الاجراء ادي كده نقطه واحد طيب هروح لمين؟ عشان كده دايما بقول لك بص لما تيجي ترسم الخط ده دايما ارسم الخط ده صغير قوي يعني دايما حاول تخلي الخط ده ماله صغير خلاص ليه يعني دايما بحاول اخلي الخط ده صغير عشان لما ارسم الاجراء ده الاجراء ده كولينج بس ولا كولينج اند ديهيوميديفيكيشن لو هيمشي 10 على 10 او الكونتاكت فاكتور 100% كان ساعتها نقطه واحده تطلع هي نفسها ليه؟ الابريدس دي بوينت بتاعت الهواء ده بيحصل ليه ما بيحصلش لان الكونتاكت فاكتور دايما ماله؟ هل. يعني معنى كده ايه اللي هيحصل للهواء؟ هيبقى اسكن شويه صح؟ يعني معنى كده ان انا الاقي نقطه الاثنين فين؟ في مشكله في الكلمتين دول؟ لا طب تعالى نشوف بقى ايه؟ تاني اجراء ميكسر وركزوا بقى معايا في الاجراء ده ده التكييفات اللي عندنا في مصر يعني شوف ده ده في التكييفات اللي فين؟ اللي عندنا في مصر خلاص؟ لان انا في الصيف ببقى عايز ابرد الهواء واعمل ايه كمان؟ دي هيوميديفيكيشن. طيب في بقى اجراء ميكس الثاني هو يعني جهاز منتج سرعات الاجراء اسمه ايه بقى؟ معرفش ده سمعتوا عنه ولا لا اسمه ايه؟ الاير ووش من اسمه كده يعني بيعمل ايه للهواء؟ ووشر يعني ايه ووشنج للهواء؟ بيكسل الهواء هيغسل الهواء بايه تفتكر؟ بيغسله بايه؟ تفتكروا هيغسله بايه؟ بميه صح؟ طيب ازاي بقى يعني عباره عن ايه؟ هو عباره عن الاير ووشر ده نصحى بقى للكلام ممكن ونركز هو عباره عن ايه؟ علبه كده واخد بالك؟ ويبقى فيه تحت كده حلة ميه طب وبعمل ايه؟ باخد الميه دي بمب مش احنا نقدر ان احنا نسحب المايه دي طبعا يعني اساسي الكلام ده عارفينه طبعا هنسحب المايه دي بايه؟ ببام حلو؟ ونعمل ايه؟ الله يفتح عليك هنرش المايه زي ما ايه؟ ما الراجل ده متخيل يعني يبقى في نوزلز كده والنوزلز دي بيخرج منها ايه؟ طيب المايه اللي انت هتسحبها دي انت بتعمل فيها حاجه من ثلاثه قبل ما بترشها يعني المايه اللي انا هرميها على الهواء دي بعمل بقى فيها حاجه من ثلاثه اما ان انا ايه؟ بسخنها اما ان انا ببردها اما ان انا ما بعملش فيها حاجه. طب مين هو الباي ديفول؟ يعني الباي ديفول في الاير ووشر وهو ده خلي بالكم يعتبر الباي ديفول وفي نفس الوقت هي السبيشال كيس. قال لك والله الباي ديفول اللي هي في نفس الوقت السبيشال كيس ان انا امسك الميه ما اعملش بقى اي حاجه. ارشها كده ايه؟ يعني من الاخر
عشان ما تتعبونيش لما يبقى في اير ووشر في مساله وما يقولناش هيعمل ايه في الاير ووشر، فغالبا كده الراجل ده هيعمل ايه في الميه؟ رشها زي ما هي. حلو الكلام؟ طيب هيعمل ايه الراجل ده لما يرش الميه؟ ده التكييف ده او نوع التكييف ده، ده مش هتلاقيه في اجهزه التكييف العادي، ممكن تلاقيه في اجهزه التكييف المركزي وغالبا مش في مصر. ده موجود في السعوديه. بيسموه ايه في السعوديه؟ قال لك بيسموه الديزرت ايه؟ الديزرت كولر ده، او اللي هو التكييف الايه؟ التكييف الصحراوي. ايه التكييف الصحراوي ده؟ ايه فكره التكييف الصحراوي؟ مبدئيا هيبقى الهواء جاي من هنا عند نقطه اسمها كام؟ واحد. الهواء بقى اللي هو بتكيفه انت تكييف صحراوي ده، البروبرتيز بتاعته ايه؟ ما عشان كده بشرح لك خواص الهواء علشان انت راجل ايه؟ مهندس مش فران. طيب الهواء ده في السعوديه ودول الخليج الصيف، الصيف بقى السعوديه ودول الخليج دي الجو بيبقى حر ولا برد؟ حر. يعني يمين ولا شمال؟ يمين. طيب والرطوبه عاليه ولا قليله؟ قليله. يعني فوق ولا تحت؟ تحت. يعني احنا قاعدين هنا مش ده كده مكان واحد؟ طيب مكان واحد ده بالنسبه للناس اللي عايشين في السعوديه يكيف الناس ولا ما يكيفهاش؟ يكيفهاش. فاحنا لازم نعمل ايه في الناس؟ نكيف. لازم نكيف الناس. طب يعني ايه نكيف الناس؟ ازاي نكيف الناس دي بقى؟ عايزين نعمل ايه في الهواء؟ هيوميديفيكيشن. عايزين نبرده بس في نفس الوقت نعمل ايه كمان؟ هيوميديفيكيشن. نعمل ترطيب، يعني عايزين نعمل اجراء ايه؟ كولينج وهيوميديفيكيشن. اللي بالك بقى اللي احنا عملناه المره اللي فاتت كان اسمه ايه؟ كولينج اند هيوميديفيكيشن. ده تلاقيه عندنا في مصر. انما في دول الخليج لا، متطلبات الهواء مختلفه، لان انت يعني موضوع التكييف واضح انه اعرض بقى ان هو ايه؟ شويه هواء بيسقعنا. انا مش بسقع الهواء، انا بكيف الهواء. في فرق ما بين الاثنين. في مشكله في الكلمتين دول؟ يبقى انا محتاج ان انا اعمل ايه؟ ارش ميه، واخد بالك؟ او محتاج ان انا اعمل ايه؟ ابرد الهواء، وفي نفس الوقت اعمل ايه؟ اعلي الطول. طب نعمل ايه بقى؟ يعني قال لك باختصار شديد جدا، هات الهواء ده رش فيه ميه. هذا الهواء اللي هو الجاف ده رش فيه ميه. حلو الكلام؟ طيب الميه اللي احنا هنرشها دي، يعني انا مسكت الهواء الجاف ده رشيت فيه ميه. الهواء اللي انا رشيت فيه ميه ده، الميه دي عايزه تتبخر ولا ملهاش نفس تتبخر؟ بص انت سعادتك هتشرب ايه؟ انا رشيت الميه دي في هواء ايه؟ في الدراي. سيبك من سخن، سيبك من ان هو سخن، انا رشيتها في هواء مين؟ very dry air. يعني ايه very dry air؟ يعني كميه الرطوبه فيه عاليه ولا كميه الرطوبه فيه قليله؟ قليله. قليله جدا. هواء يعني زي الهواء اللي في صحراء السعوديه. فلما ارش جوه الهواء ده ميه، الهواء ده ليه قابليه انه يبلع الميه ولا مش عايز ميه؟ ليه قابليه ان هو يبلع الميه. طيب الميه دي علشان تتبلع لازم يحصل لها ايه الاول؟ اصل الميه ما ينفعش ان هي تبقى ميه ليكويد. انت لما رشيتها ميه ايه؟ ليكويد. سي مثلا ان الميه اللي انا رشيتها ليكويد دي محتاجه 5 كيلو وات علشان تتبخر. فرضا انا ده رقم فرضي. يعني محتاجه كام كيلو وات؟ 5. وانا رشيتها في الهواء. الهواء ده عايز يبلعها ولا لا؟ بس ينفع ان هو يبلع الميه وهي دروبلتس كده؟ لازم يحصل ايه الاول للميه علشان تخش جوه الهواء؟ تتبخر. والميه علشان تتبخر يلزم لها حاجه اسمها ايه؟ ليتنت هيت اوف ايه؟ الايفابوريشن. كام مثلا انا قلت لك عليهم دول؟ 5 كيلو وات ولا لا؟ طيب يبقى معنى كده ان الميه اللي انا رشيتها هتعمل ايه في الهواء؟ بشكل سنسبل تبرده ولا مش هتبرده؟ ليه هتبرده؟ لانها هتسحب من الهواء ايه؟ تخيل كده بالعقل، مش ده هواء جاف؟ والميه اترشت جواه؟ الميه دي محتاجه تتبخر ولا مش محتاجه؟ هتاخد الحراره بتاعت التدخير من مين؟ افتكر انت. الهواء السخن. الهواء اللي حواليه. فايه اللي يحصل للهواء لما انت تسحب منه الحراره دي؟ يبرد ولا يسخن؟ يبرد. يعني معنى كده ان نقطه واحد دي نمشي شمال ولا يمين؟ لحد ما نسحب ال 5 كيلو وات كلهم ولا لا؟ وانس ان انا سحبت ال 5 كيلو وات كلهم من الميه، ايه اللي حصل للميه؟ اتبخرت ولا ما اتبخرتش؟ الميه دي بعد ما اتبخرت مش دخلت بذات نفسها جوه الهواء؟ بس دخلت بشكل سنسبل ولا دخلت بشكل بخار ميه؟ اي معنى دخلت بشكل ليتن، صح ولا لا؟ يبقى ايه اللي هيحصل للهواء ده برضه؟ نلاقي ان ايه اللي حصل للرطوبه بتاعته؟ هتزيد ولا مش هتزيد؟ يعني الزرار ده بتطلع ولا تنزل؟ تطلع. تطلع بمبخار مين؟ مش بخار الميه اللي انت رشيته؟ اللي هو كام بالظبط يا باشمهندس؟ نفس ال 5 كيلو وات ولا لا؟
فتلاقي ان الاجراء السنس والاجراء الليتن قد بعض ولا مش قد بعض. ليه بقى الاثنين قد بعض؟ ونوصل كده طبعا للنقطه اللي هي اسمها اثنين بقى. ليه الاثنين قد بعض؟ لان انت دلوقتي لما رشيت الميه جوه الهواء ايه اللي عايز يحصل للميه دي؟ عايز تتبخر. فتسحب بقى البخار او تسحب الحراره اللازمه للتبخير منين؟ من الهواء. يبقى ايه اللي حصل للهواء، بارد ولا ما بردش؟ بارد. هو بارد بس بشكل ايه؟ سنسيتيف. يعني الانرجي بتاعته قلت بس بشكل ايه؟ طيب بخار الميه دخل جوه الهواء ولا ما دخلش؟ يعني معنى كده هيحصل زياده ولا مش هيحصل زياده؟ مش في زياده للانرجي، بس الزياده للانرجي دي بشكل ايه؟ ليتنت. انا كده بردته بشكل سنسبل بس يعتبر اضفت له انرجي بشكل ايه؟ يبقى عملنا في حاجه ولا ما عملناش؟ ما هي نفس الميه بس اللي هي خدته من اليمين بشكل سنسبل اديته له من الشمال بشكل ايه؟ ليه؟ هدي مشكله؟ ففي النهايه الاجراء ده هتلاقي شكله عامل ازاي؟ هتلاقي الاجراء طالع حاجه عامله كده. طيب تفتكر ايه علاقه اتش واحد باتش اثنين اللي مننا بقى فهم؟ هتلاقي ان اتش واحد واتش اثنين مالهم؟ قد بعض. ليه اتش واحد او اتش اثنين قد بعض؟ لانك يا باشمهندس لو تبص كده انت عملت ايه؟ انا بردت ده بشكل سنسر ورجعت سخنته بشكل ايه؟ ليه؟ حلو؟ يبقى معنى كده ان الكميه دي قد الكميه دي ولا لا؟ طب انت مش متقبلها دلوقتي. تعالى كده نحسب للاجراء ده، الاجراء ده ليه كام كيو؟ كيو واحده ولا اثنين؟ اثنين. طيب ايه؟ او ثلاثه ماشي، دي حاجه اسمها كيو توتال هنشوفها. كيو سنسر بنحسبها ازاي؟ على طول بقى. هنا دول دراي اير. اتش مين ناقص اتش مين؟ صح؟ يعني انا دلوقتي لو انا عايز اجيب الاجراء السنسبل، مش هو ده الاجراء السنسبل؟ اللي هو تبقى اتش واحد ناقص ايه؟ ناقص اتش مثلا البينيه نسميها ايه؟ طبعا الكبيره ما هي الصغيره اتش واحد ناقص اتش ايه؟ طيب والليتن؟ هنا دول دراي اير. اتش كام ناقص اتش كام؟ يعني معنى كده فعلا الاجراء ده يمتلك سنسبل انرجي ويمتلك ليتنت انرجي. طبعا السنسبل اشارتها موجب ولا سالب؟ احنا بنعمل كولينج ولا هيتنج؟ كولينج يعني موجب ولا سالب؟ طيب والليتنت ده موجب ولا سالب؟ هنزود بقى يبقى موجب ولا سالب؟ طيب والكيو سنسبل ايه علاقتها يعني بالكيو ليتنت؟ قد بعض ولا مش قد بعض؟ مش قد بعض؟ بس عكس بعض في الايه؟ فاكر انت كيو توتال دي قلت لك ايه؟ لو هم نفس الاشاره نعمل ايه؟ لو هم عكس الاشاره نعمل ايه؟ طب هم عكس الاشاره ولا زي بعض في الاشاره؟ يا راجل زي بعض في الاشاره؟ عكس بعض. يا راجل ده انا بعمل كولينج وبعمل ايه؟ هيومينيفيكيشن. كولينج ده موجب ولا سالب؟ سالب. هيومينيفيكيشن ده موجب ولا سالب؟ موجب. يا معنى كده ان الاثنين ايه؟ عكس بعض في الاشاره. طالما عكس بعض في الاشاره اعمل ايه الاثنين من بعض؟ يا معنى كده يطلع كده ده بكام؟ وعلشان كده الاجراء بقى ده بيسموه دايما ادراك ايه؟ الادياباتيك ايه؟ ادياباتيك ساتوريشن. ليه ادياباتيك؟ ليه يا باشمهندس تفتكر الاجراء ده بيسموه ادياباتيك؟ علشان الاتش ماشيه ايه؟ كانك ما عملتش حاجه في الانرجي، صح؟ الانرجي فعلا هو خد انرجي وفي نفس الوقت خسر انرجي. الانرجي خسرها بشكل سنسبل وخدها بايه؟ تاني بشكل ليه؟ فيها مشكلة؟ طيب وفي نفس الوقت ساتوريشن، ليه ساتوريشن؟ لأنك لو تبص كده هو الإجراء ده كده يعني عايز يروح في اتجاه ايه؟ صح؟ مش ده بيعمل ايه في الرطوبة؟ يعليها ولا لا؟ يعني عايز يوصل بيها طبعا المفروض إن هي مش بتقع على خط الساتوريشن قوي، المفروض إن هي تبقى فوق ايه؟ فوق خط الساتوريشن بشوية. طب يعني المفروض إن الإجراء ده كده أقصى حاجة نوصل بيها إن احنا نوصل للنقطة دي اللي هي اسمها نقطة ايه؟ صح؟ تعرف تعرفني ان ده هيونيفاين هنا؟ عباره عن ايه؟ الديستنس اللي تعمل تلاقي مين على مين؟ طب الديستنس اللي كان ممكن تتعمل اللي هي من كام لكام؟ يبقى معنى كده ان هو الراجل لو جاب لي اير ووشر في الامتحان وما قاليش الاجراء اللي هيعمله فيه ايه؟ فالاجراء دايما هيبقى ايه؟ ادياباتيك ساتوريشن. طب لو عايز اجيب كميه الميه اللي انا ضفتها، مش فاهم في كميه ميه ضفتها هنا؟ قول لي اللي جنبك بقى كمية المايه اللي احنا ضفناها دي جابها ازاي؟ اسأله كده. قول له جبتها ازاي؟ نجيب ازاي بقى كمية المايه اللي احنا ضفناها دي؟ عشان احنا رشينا ميه؟
نجيبها ازاي؟ اللي جنبها بنضاره. هنساوي ايه اتنين دول؟ هنساوي السنس والليل. فنعمل ايه بقى كده؟ ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. ازاي اجيب كميه بقى الميه اللي انا رشيتها؟ هي عباره عن ايه؟ فاكرين؟ ام دوت دراي اف اوميجا كام بس اوميجا كام؟ طيب ده كده الابراء اللي هو بقول لك باي ديفولت اللي انا بسميه ابراء الاديباتيك ايه؟ ساتوريشن. طيب الاير ووشر مش بيعمل الاجراء ده بس. الاير ووشر انا ممكن اخد منه وايد رينج من الاجراءات، ازاي؟ هقول لك ازاي. انت كده تقول بالله. انا والله بصراحه فيكم الكلام ده. الواحد يشرح لكم اون لاين وسامعيني لا مش سامعيني ايه؟ مع السلامه عليكم. طيب الاير ووشر ده انا ممكن اخد منه وايد رينج من الاجراءات. ازاي يعني؟ فين انتوا؟ ادي الاير ووشر اهو. يبقى انا اول حاجه شرحتها لك شرحت لك مين؟ يعتبر السبيشال كيس. طيب انا ممكن اعمل ايه بقى في الاير ووشر؟ قال لك والله بص الاير ووشر ان جنرال بعمل ايه؟ ضغط الميه اما ان انا بسخنها او ان انا بعمل فيها ايه؟ او ان انا ما اعملش بقى اي حاجه وبعدين مش شهر دخلها جوه ايه طب ركز بقى معايا يا باشمهندس بص بقى كده ادي الهواء حلو ده اللي داخل عند واحد لو احنا رشينا الميه زي ما هي ايه اللي بيحصل؟ لو رشينا الميه من غير ولا نسخنها ولا نبردها ايه اللي بيحصل؟ فاكر ايه اللي بيحصل؟ يعني معنى كده ايه اللي بيحصل؟ الهواء بيبرد ولا مش بيبرد؟ 5 كيلو وات ولا لا؟ 5 كيلو يعني بيرد كده كام؟ 5 كيلو وات طيب اتبخر ولا ما اتبخرش؟ مش هو لما ياخد 5 كيلو يتبخر هيخش جوه الهواء ولا مش هيخش؟ يديله ال 5 كيلو ولا مش هيديهم له؟ بس بشكل سنسبل ولا ليه؟ يعني نطلع ولا ننزل؟ لحد ما نروح لكام؟ وساعتها بقى كده يا باشمهندس يبقى الاجراء ده كده اللي اسمه ايه؟ ادياباتيك ساتوريشن ولا مش ادياباتيك ساتوريشن؟ ساعات بيسموه ايفابوريتيف كولينج. طيب اللي هو اتش 1 ايكوال كام؟ اتش 2 حلو؟ طيب افرض بقول لك افرض ان انا دلوقتي الميه دي قبل ما ارشها مش انت تاخد الميه قبل ما ترشها افرض ان انا الميه دي قبل ما ارشها سخنتها هي كانت الميه دي بتحتاج كام علشان تتبخر؟ بتحتاج كام كيلو وات؟ 5 افرض ان انا سخنتها قبل ما ارشها يعني اديتها كام يا باشمهندس بعد الهيتنج هنا اديتها ايه؟ سي 1 كيلو وات انا هديهولها فين؟ في الهيت طيب تسحب بقى من الهواء 5 كيلو وات ولا هتسحب منه كام؟ 4 تسحب منه 4 بس بنلاقي ان احنا وقفنا فين؟ هنا ولا وقفنا قبلها بشويه؟ طيب وهنا بالظبط الهواء بتاعنا ادى للميه كام؟ 4 كيلو وات ولا لا؟ وهي معاها واحد من البلاء ولا مش معاها؟ يبقى بقى معاها كام؟ 5 تتبخر ولا ما تتبخرش؟ تخش جوه الهواء ولا مش تخشش؟ تخش وبعد كده تزوده بشكل ايه؟ ليتنت ولا مش ليتنت؟ ليتنت طيب بالخمسه كلهم ولا لا؟ يبقى نقطه الاثنين بقت فين؟ يعني معنى كده ان انا امشي من واحد لاثنين الاقي واحد لاثنين الله ايه اللي حصل كده من الاجراء لما شغلنا الهيتر؟ غيرنا من الاجراء ولا ما غيرناهوش؟ طب معلش تاني بدل ما اديها 1 كيلو وات اديتها 3 كيلو وات يبقى اديت الميه قبل ما تدخل 3 هي بتحتاج كام عشان تتبخر؟ 5 انا اديتها كام؟ 3 هي تاخد كام من الهواء يا عم انت اللهم؟ 2 يا معنى كده ان الهواء يبرد ب2 ولا مش ب2؟ 2 يا معنى كده الهواء ادى الميه 2 وهي معاها 3 كده الميه بقى معاها كام؟ 5 تتبخر ولا ما تتبخرش؟ تتبخر تدخل جوه الهواء ثاني ولا ما تدخلش؟ تدخل يعني فين نقطه 2؟ الله غريب جدا ده كده مش بيعمل اديباتيك ساتوريشن بس طب
تعالى كده نفترض بقى حاجه ثانيه، ما اديتهاش ثلاثه اديتها الخمسه كلهم. هو انا لو اديت الميه الخمسه كلهم يبقى الميه دي كده انا رششها اصلا ايه؟ متبخره. يبقى ايه اللي هيحصل بقى ساعتها بقى يا باشمهندس؟ تسحب اي حراره من الهواء ولا نلاقي ان احنا طلعنا كده دايركت؟ يعني عملنا كده اجراء اسمه ايه؟ فاكرين ده اسمه ايه؟ هيوميديفيكيشن اونلي او ايزوثيرمال ايه؟ هيوميديفيكيشن. طب افرض بقى مش خمسه نديها ثمانيه. عارف يعني انا عملت بيها ايه؟ بخرتها وكمان عملت بيها ايه؟ سخنتها. فتبدا النبي يعمل ايه في الهواء بقى يا باشمهندس؟ طيب وبعدين تطلع ايه اللي حصل كده للاجراء ده؟ بص ده اتعكس. يعني معنى كده ان الاير موشن ده ممكن يعمل ايه؟ كولينج قد ايه هيوميديفيكيشن، او سوري كولينج قد ايه هيوميديفيكيشن، ممكن يعمل ايه؟ هيوميديفيكيشن اونلي. وممكن يعمل ايه بقى الراجل ده؟ هيتنج اند هيوميديفيكيشن. طبعا ده في فنلندا، يعني لو بكيف فنلندا ساعتها يبقى ايه الناس اللي قاعده مركزه. في مشكله في الكلمتين دول؟ طيب تعالى بقى كده نعمل حاجه جميله جدا، بدل ما نسخن تعالى نعمل ايه؟ طيب هو انا لما برد بقى مش هقعد العب معاك اللعبه دي. طبعا انا لما سخنت الميه ايه اللي حصل؟ بقى بيمشي ازاي؟ يمين ولا شمال؟ يعني منطقي ان انا لما برد ايه اللي هيحصل له؟ هيمشي شمال. يبقى انا يعني لو خدت الميه بردتها قبل ما ارشها بعمل ايه؟ اه بمشي شمال، خلاص بنزل لتحت كده. طيب لو انا عايز اعمل الاجراء ده، السؤال ده هي للناس اللي بتفهم اللي هو كلكم، ينفع اعمل الاجراء ده بالاير ووشر ولا لا؟ فكر قبل ما تتكلم. هو الاجراء ده كان اسمه ايه؟ كولينج. قد ايه؟ ينفع نعمله بالاير ووشر ولا ما ينفعش؟ ينفع طبعا. ينفع ينفع. مش ما ينفعش طبعا. هبرد بدل ما هو ينفع طبعا، عارف ازاي؟ لو انا قعدت ابرد في الميه دي لحد ما اوصل ان درجه حرارتها تبقى ايه؟ اقل من الديو بوينت بتاعت الهواء وهو داخل. تخيل؟ يبقى المايه دي يا باشمهندس ساقعه جدا لدرجه ان هي ايه؟ اسقع من الديو بوينت بتاعت الهواء. فايه اللي هيحصل بقى؟ هيحصل تكثيف لبخار المايه جوه الهواء على المايه اللي كنت انت رششها. عيد بقى كل كلمه دي تاني واسمعها تاني. يبقى انا لما برد لدرجه حراره اقل من الديو بوينت، ايه اللي هيحصل بقى؟ كان كل دروبلت برشها بتاكت از ان هي ايه؟ كولينج كويل. والكولينج كويل ده درجه حرارته اقل من مين؟ من الديو بوينت بتاعت الهواء وهو داخل. فالميه اللي انت رشيتها دي لما الهواء يعدي عليها يقعد يعمل ايه على سطح الميه دي؟ يكثف عليها ميه. فبدل ما انت رشيتها دروبلت كده تلاقي الدروبلت بتاعتك حصل لها ايه بقى لما انت ترشها بدرجه حراره اقل من الديو بوينت بتاعت الهواء وهو داخل؟ تلاقي الدروبلت كبرت. ليه الدروبلت كبرت؟ لان اتكثف عليها من بره ايه؟ يبقى انا كده عملت بيه اجراء ايه؟ كولينج قد ايه؟ يعني ينفع اعمل دي كل الاجراءات ولا لا؟ ده غالي كده بقى ولا رخيص؟ سيبها لك انت بقى تفهمها، ده غالي ولا رخيص كده؟ غالي جدا. في مشكله ابدا؟ طيب اخر بقى حاجه معايا علشان نرد مع الكلام ده. يبقى الاير موشن زي ما قلنا الديفولت بتاعه ان هو يبقى ايه؟ ادياتيك ساتوريشن. اخر بقى حاجه معانا اللي هو الجهاز رقم ثلاثه اسمه ادياباتيك برضه. خلاص بقى لما اقول لك في التكييف كلمه ادياباتيك معناها ان مين قد مين؟ يعني اتش ايكوال اتش، اتش كونست عندنا في التكييف ادياباتيك يعني كونست اتش. طيب ده اسمه الادياباتيك ايه بقى؟ ده اسمه الادياباتيك دي هيوميديفاير. طب ده ولله الحمد والمنه ما بقيناش بناخد التركيبه من جوه يعني بتشتغل ازاي. طيب ده بيجي له الهواء هنا وبيخرج من هنا خلاص، وترسموا له كده بلاك بوكس اسمه ايه؟ اسمه ادياباتيك دي هيوميديفاير. طيب ده بيعمل ايه؟ والله طالما قلت اجراء ادياباتيك يبقى معنى كده الاتش بتاعته ثابته ولا لا؟ ثابته ولا مش ثابته؟ طيب ده هيوميديفاير ولا دي هيوميديفاير؟ يعني بيعمل ايه في الرطوبه؟ بينزعها. يعني معنى كده ان اللي داخل له ده داخل له الرطوبه مالها؟ عاليه ولا قليله؟ هو بيعمل ايه بقى الاجراء ده؟ بيسحب منه الرطوبه بس بشكل ايه؟ ادياباتيك. يعني ايه بيسحب منه بشكل ادياباتيك؟ يعني لما اروح لاثنين
اروح سكوير سنتي اتش ولا لا؟ صح ولا لا؟ طيب والابراء ده كده يبقى ابراء واحد ولا ابراءين اتنين في بعض؟ اتنين. ايه هما الابراءين الاتنين؟ انت عملت هنا ايه؟ دي عملت هيتنج صح؟ اند ايه؟ دي هيومنفليش. اند دي هيومنفليش. بيتعمل ازاي؟ بيبقى يعني ايزوثيرمال رياكشن. تفاعل كيميائي، التفاعل ده بيسحب ميه ويطلع حراره. يعني انا عايزك تتخيله من جوه كده باختصار شديد جدا، هو عباره عن ايه؟ ايزوثيرميك رياكشن. خدته يعني ايه ايزوثيرميك رياكشن؟ زي الكومبشن كده. تفاعل ايه؟ طب ده بيطلع حراره ازاي؟ بيسحب ميه ويطلع حراره، حلو؟ زي السيليكا جيل. يعني السيليكا جيل ده يعتبر برضو ايه؟ ايزوثيرميك رياكشن. حته السيليكا جيل اللي انت بتحطها دي بتعمل ايه؟ يعني ايه بتعمل ايه؟ السيليكا جيل دي بتسحب ايه؟ بس بتعمل ايه في النهايه؟ بتطلع ايه؟ حراره. بتعمل ايه؟ هيتنج. بتعمل كمان ايه؟ ديهيوميديفيكيشن. طب ده نستخدمه امتى؟ يعني خلاص احنا شفنا اول حاجه اللي هو كولينج اند ديهيوميديفيكيشن ده عندنا في مصر. طيب الاير ووشر ده من الواضح ان هو استخدامه هيبقى فين؟ في دول الخليج. ده في انهي داهيه بقى؟ يعني ده نستخدمه فين؟ ليه في تكييف في ادياباتيك ديهيوميديفاير؟ افتكر ليه؟ الشتاء. بالظبط، ده مستخدم خصوصا في صناعه الادويه. اشمعنى؟ قال لك اصل في صناعه الادويه لازم احافظ على الهواء، الميديم بتاع الهواء لازم يكون فيري دراي. ليه؟ لان غالبا صناعه الادويه دي اللي هي الكبسوله بتتعبى كده زي ايه؟ حبيبات، او بتتعبى كده زي باودر، فانا مش عايز الباودر ده ايه؟ ياخد اي ميه خالص، فلازم ابقى ضامن ان الهواء بتاع اللي انا قاعد فيه ده ايه؟ يكون فيري دراي. عشان كده بركب ايه؟ ادياباتيك ديهيوميديفاير، لان زي ما انا قلت لكم المره اللي فاتت للي منكم سامع ان انا عمليه التكييف دي مش عشان خاطر بس البني ادمين، هي في جزء منها ايه؟ هيومن كومفورت، في جزء منها عشان ايه؟ زي مثلا صناعه الادويه. صناعه الادويه البروسيس بتاعت صناعه الادويه لازم تحافظ على الهواء بتاعك فيري دراي. الناس بقى تولع، انا مالي؟ ماليش دعوه، انتوا متضايقين جوه؟ طبعا. ليه؟ انت معيشهم فين؟ انت معيشهم عند البيت، ماليش دعوه. انا بحافظ على الصناعه. زي صناعه الشوكولاته مثلا العكس. صناعه الشوكولاته بتبقى عايزه ان الهواء يبقى ايه؟ فيري ويت. يبقى نعمل ايه في الهواء؟ وساعتها يولع الناس. ليه؟ انا بحافظ على البروسيس. حافظ على اصلا اللي اخترع التكييف ده ما اخترعوش عشان البني ادم. يعني اللي اخترع التكييف عم كاري الله يرحمه اخترعه ليه؟ عشان صناعه الحبر اللي بينطبع على الجرايد. كان دايما الحبر ايه؟ يعني في مشكله كده في الطباعه. فهو اكتشف الراجل بذكائه ان المشكله كده بسبب الهواء. فلازم يعيد كده صياغه الهواء بحيث ان هو يحافظ على الصناعه. هو الراجل ده بقى ملياردير بعد كده لما دخل في حوار الهيومن ايه؟ كومفورت، انما هو ما كانش عشان الهيومن كومفورت. وما تعتقدش هذا ايه خطا. عرفت ده موجود فين؟ سيبك من الهري ده، احنا ده اجراء. اجراء ده سنسبل ولا ليتنت ولا سنسبل اند ليتنت؟ طب احنا اي اجراء سنسبل اند ليتنت الحمد لله بيحصل له ايه؟ كام حاجه؟ مبدئيا اول حاجه دي حاجه اسمها كيو سنس. طبعا انا كده هقسمهم بنقطه بينيه ولا تاكل اسمها مين؟ ايه؟ تعرف تجيب الاتشات ولا لا؟ هنعرف يا عم نجيب الاتشات. طيب كيو سنس بتبقى عباره عن ايه؟ اندو دراي اير فاري اتشات. مين ناقص مين؟ كبيره ناقص صغيره. عايزين اتش كام ناقص اتش كام مثلا عشان السنس؟ 2 ماينس. طيب الاجراء ده موجب ولا سالب؟ موجب. طيب كيو ليتن عايزين نجيب كيو ليتن عباره عن برضه ام دوت فرق مين؟ اتش مين ناقص اتش مين؟ واحد ناقص ايه؟ دراي اير ولا مش دراي اير؟ واحد ماينس ايه؟ موجب ولا سالب الاجراء ده؟ سالب. ده راجل موجب. كيو توتال بقى للاخر. الاجراء ده ايه؟ سالب. معلش. طب الاجراء ده موجب ولا سالب؟ سالب. لان احنا بننزع الانرجي. صح كده؟ طيب كيو توتال بقى فاكر لما كانوا الاثنين يبقوا عكس بعض. قد بعض او زي بعض في الاتجاه يتجمعوا. عكس بعض في الاتجاه. طرح. طب لما يطرحوا هما قد بعض هيعمل الاجراء قد بعض. زيرو. توتال بكام؟ زيرو. طب كميه الميه اللي احنا نزعناها. عايزين نجيب كميه الميه اللي احنا نزعناها على طول بقى تبقى ايه؟ ام دوت دراي. ام دوت دراي فرق مين عن الحد؟ هم بقى اظن اثنين ولا لا؟ في مشكله؟ طب عايز اعلمكم حاجه او اعوضكم على حاجه، في المسائل لو ما ادناش ام دوت دراي دي بكام؟ ما عدا مسائل السايكلز.
اقولها تاني، لو ما اديناش ام دوت دراجر بكام في ما عدا مسائل السايكلز خلاص، وعايزين نحلها مساله بروسس عاديه جدا ومش مدينا ام دوت دراجر، ساعتها بنحل كل كيلو جرام دراجر. يعني جاي اني بعتبر ان الام دوت دراجر بكام واحد، بس الكلام ده في المسائل السهله البسيطه اللي ما بتجيش، اللي هم هتلاقي اول كام مساله في الايه في الشيت الاولاني ده مثلا اللي هي فيها بروسس واحده، انما لو سايكل لا، لان مسائل السايكل معقده شويه. في مشكله في الكلمتين دول؟ ايوه ماشي، هو معنى ان المسافتين دول زائد بعض يبقى نفس الاتش، اي حاجه يبقى فرق الاتشات واحد، يعني اي حاجه المسافتين قد بعض يبقى الاتش واحده. انا قلت لك المسافات والاتشات والانتهاء متناسبين، يعني طالما المسافتين دول قد بعض يبقى دلتا الاتشات ما بين دي ودي هي نفس دلتا الاتشات ما بين دي ودي، عشان كده طيارة بقى صح ولا لا؟ اللي هنقولها بقى دلوقتي دي مش بروسس، او دي مش ما تعتبرش ميكس بروسس، بس هي حاجه مهمه جدا، حاجه مهمه جدا. ايه هي بقى؟ طبعا برضو هنا مفيش حاجه اسمها ايتا دي هيوميديفاير، ولا في؟ ملهاش معنى، لانك عشان توصل لاقصى دي هيوميديفيكيشن ان انت توصل لكام؟ لزيرو. ده بيحصل؟ عمره ما بيحصل. فيها كان مشكله الكلام ده؟ طيب ماشي. وبعدين قال لك والله في بقى كده اجراء بقى مهم جدا، انا فاضل لي حاجتين بالظبط. حاجه اسمها الادياباتيك فيكسنج، ده يمكن احنا اتكلمنا عنه قبل كده في السيرفو دايناميكس. طبعا الادياباتيك يعني معنى كده ان انا ايه؟ لا مش كونسنت اتش بقى، هنا هنشوف خلاص. بس ادياباتيك يعني معنى كده ان البتاعه بتاعتي مالها معزوله. طيب وميكسنج ده بتعمل ايه؟ خلط. طيب احنا هنا نعمل خلط للايه؟ للهواء. يعني ايه الكلام ده؟ يعني والله يبقى عندي ستريم مثلا وليكن اسمه واحد، وعندي ستريم تاني وليكن اسمه اثنين، يخرجوا كده ان شاء الله يعني ثلاثه ولا مش ثلاثه؟ صح؟ مش هروح عند ثلاثه؟ طيب ده غالبا بيبقى مثلا هوب، وده غالبا ايه؟ كول. فاللي بيبقى خارج ده بيبقى خارج ايه؟ وور. مش ده اللي حصل في سيرمو 1؟ اول سيرمو خدناه خالص. اديباتيك ايه؟ ماكس. طب اديباتيك ماكس ان احنا ممكن نحله بحاجه من الاثنين بقى. ايه هما؟ ممكن احله بالايكويشنز اللي هي بتاعت الماس بالانس والانرجي بالانس. افتكرهم كده معاك عشان خاطر ساعات الايكويشنز دي هنحتاجها، لان انا في سبيشال كيس عايز اقوم عليها. مبدئيا هو ان دوت 1 زائد ان دوت 2، ده كده اللي احنا كنا بنسميه الماس بالانس، لازم يساوي ان دوت كام؟ 3. طيب ان دوت دراي اير 1 زائد ان دوت دراي اير 2، سبحان الله يساوي مين؟ مش الاير دوت 1 دي بتتقسم لحاجتين؟ دراي اير وايه؟ ده بالانس وده بالانس. يعني ايه؟ يعني لو هنعمل نفس الكلام للووتر فيبر يبقى ايه دوت ووتر فيبر 1 زائد مين بقى؟ ماشي، الكلام ده يساوي ايه؟ ايه دوت ووتر فيبر 3 ولا لا؟ ده كده معادلات تعتبر الماس بالانس. طيب في معادله بقى انرجي بالانس، هي الفيرست لو، ان الاتشات اللي داخله من الاخر قد مين؟ عشان مفيش ولا كيو ولا ورك ولا كاينتك ولا بوتنشال ولا اي حاجه، مفيش غير اتشات. يبقى الاتشات اللي داخله قد اللي خارجه. طب مين الاتشات اللي داخله بقى؟ هنجيبها ازاي؟ ان دوت مين؟ اير ولا ان دوت 1 ولا ان دوت دراي اير 1؟ في اتش 1 ولا لا؟ زائد ان دوت دراي اير 2 في اتش 2، الكلام ده يساوي ايه؟ ان دوت دراي اير 3 في ايه؟ اتش 3. طيب ده كده لو انا حلل الايكويشن. طب انا مش عايز احل الايكويشن، عايز احلها ازاي؟ عايز احلها جرافيكال على الانشار. ركز بقى معايا بقى كده، واللي لينا اللي يصلي عليه. مبدئيا انا قلت واحد دي هديك الدي دراي بالب مثلا بتاعتها والتي ويت بالب بتاعتها، والتي 2 مثلا او نقطه 2 هتديك الدي دراي بالب الرنه دي حد يوصلها ما كانش الدي ويت بالب 2. حلو، فيها مشكله؟ طيب وقعنا واحد، واحد فوق اهي، طبعا اللي بتعرف طلع واحد هكذا اتصور، يعني كل اللي قاعدين يعرفوا يوقعوا نقطه، مش كلهم طبعا بس المفروض كده، ده اللي ايه؟ انتوا هتعرفوا تعملوه. وتعرف تطلع اثنين ولا مش هتعرف؟ نعم. ايه اللي هيحصل بقى يا عم الباشمهندس؟ واحد
عايزه تروح لاثنين واثنين عايزه تروح لواحد يتقابلوا فين؟ اكيد في النص يا مان. يبقى انا لما بعمل ميكسنج ما بين نقطتين من الاخر بعمل ايه؟ بوصل بينهم بايه؟ جميل جدا. يتقابلوا فين بقى؟ يعني الثلاثة دي تبقى فين؟ اقرب لواحد ولا اقرب لاثنين ولا ايه النظام؟ هل احنا تعالى كده نفترض ان التي درايفر بواحد دي ولتكن 100 درجة. والتي درايفر باثنين مثلا دي كانت 20 درجة. تبقى اقرب لمين بقى؟ لل 100 ولا لل 20؟ تبقى اقرب لمين؟ لل 100 ولا لل 20؟ على حسب الماس بالظبط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني وليكن مثلا لو كان ام دوت دراير واحد 20 كيلو جرام بير سكند، لكن ام دوت دراير 2 اللي هي درجه حرارتها القليله دي كانت 1000 كيلو جرام بير سكند. اقول اي كلام طبعا؟ يبقى معنى كده يا باشمهندس نقطه الماكس تطلع اقرب في الخواص لمين؟ للي كتلته اكبر. انا لو عندي البحر ده كبير ولا لا؟ فيروز غنت له قالت لك كبير، درجه حرارته 20. لو انا رميت فيه حله ميه بتغلي هيحصل له حاجه ولا يفضل عند 20؟ مش هيحصل له حاجه عشان كتلته مالها. يعني معنى كده ان الخواص بتاعت الميكسنج او بتاعت الميكس اللي طالع ده هتبقى اقرب لمين؟ اللي كتلته اكبر. طب مين هنا اللي كتلته اكبر؟ اثنين ولا واحد؟ من الواضح يعني معنى كده ان هتلاقي نقطه الثلاثه فوق هنا ولا تحت هنا؟ الله يفتح عليك. في مشكله كده؟ انا عندي كام مسافه على الخط ده؟ قول لي كده الخط ده فيه كام مسافه؟ يعني في ديستنس كام وديستنس كام وديستنس كام؟ مش في ديستنس اللي هي كبيره خالص؟ طيب وفي ديستنس اللي هي صغيره خالص؟ وفي ديستنس اللي هي كام؟ 1 3. وانا قلت لكم حاجه مهمه جدا وخطيره، في حاجات متناسبه على الانتشار من ضمنهم الديستنس مع مين؟ مع الماس. بمعنى الديستنس 1 2 دي اكبر ديستنس ولا لا؟ مش ديستنس 1 2 دي يا باشمهندس، دي اكبر ديستنس موجوده في الثلاثه اللي انا كاتبهم، فهيبقى تعبر عن اني ماس؟ قال لك طالما هي اكبر ديستنس فان شاء الله تعبر عن ايه؟ عن اكبر ماس اللي هي ام دوت، يعني ام دوت دراير 2 ولا لا؟ صح؟ ولا ام دوت دراير 1 ولا ام دوت دراير 3 يا عم انت وهو؟ بقول لك دي اكبر ديستنس، مش المفروض اكبر ديستنس تبقى بتعبر عن اكبر ماس؟ وانا عندي كام ماس؟ عندي ام دوت دراير 1 وام دوت دراير 2 وام دوت دراير 3 اللي هي مجموعهم. يعني انا كاتب لك اهو، مش دي اكبر ديستنس؟ هي بتعبر عن مين؟ طيب بالمناسبه يعني هي مش اسمها كلمه ديستنس دي؟ مش اسمها 1 2؟ مش اسمها ديستنس 1 2؟ هي بتعبر عن مين؟ عن اللي مش موجوده. يعني 1 2 بتعبر عن 3، هي مش كده؟ طيب ديستنس 2 3 بقى هي بتعبر عن مين؟ واحد. واحنا مغمضين عينينا واحد. طب ما هو بيعادوا بالمنطق، ديستنس 2 3 دي اصغر واحده ولا لا؟ طالما هي اصغر واحده يا بتعبر عن اصغر ماس ولا لا؟ لا، ام دوت دراير 1، لو قلت لك ام دوت دراير 1 20. وبالتالي يبقى ديستنس 1 3 بتعبر عن مين؟ طب ايه بقى يعني الهدف من كده؟ الهدف بسيط جدا. ان انا كده اقدر اقول ان ديستنس من 1 2 على ديستنس مثلا من 1 3. الكلام ده هيساوي ايه بقى؟ انا قلت لك كل ديستنس هي مش بتساوي، انا قلت بتعبر. يبقى طالما ديستنس 1 2 تعبر عن اي دوت دراير، وطالما ديستنس 1 3 يبقى بتعبر عن اي دوت دراير. يعني لو بتكلم على 1 2 يبقى اللي في النص 3. 1 3 يبقى العكسيه 2، 2 3 يبقى 1. فيها مشكله كده؟ ده الطريقه اللي انا هحلها بيها كده. طيب خلي بالك من حاجه وهي دي اللي احنا غالبا هنعملها. هو في الحاله بتاعتنا دي اي ام دوت هي عباره عن ايه؟ مش ينفع اقول انها فوليوم فلوريت على مين؟ على السيسيم فوليوم؟ يعني دي ينفع اقول ان هي في دوت 3 على ايه؟ على السيسيم فوليوم، وهنا دي في دوت 2 على السيسيم فوليوم. طبعا انا دي عايز حد منكم يعني يسال دكتور حمدي هو هيعمل ايه في السيسيم فوليوم؟ لو كان هيفترض زي ما انا بفترض وده مش غلط، السيسيم فوليوم تقريبا ايه؟ ثابت، مش ايه اللي احسن من الفي دي مع الفي دي؟ هو قال هيفترض قال كده خلاص زي الفل ماشي.
يعني في لوج 3 يعني تقدر في لوج 2. ينفع ان احنا نقول برضو ان المسافه هي الريش ما بين الماس فلويد، هي الريش ما بين برضو مين؟ الفوليوم فلويد. ليه هي الريش ما بين الفوليوم ماله؟ ثابت وخدوه بالرقم المتوسط ده 84%. حلو الكلام؟ طب في حاله بقى سبيشال بتحصل هنا، يعني لو حصل فيها بقى ايه الديبيت بقى؟ الديبيت يعني جدل. تفرض ان انت لا ليك ولا عليك وغالبا ده ممكن يحصل. ورايح انت الامتحان ومعاك بقى الارستو ومعاك الشرط وبتاع وجيت تعمل ميكس، فكانت واحد كانت هنا واثنين كانت هنا، جيت توصل ما بينهم حصلت حاجه بقى بالمنظر ده. في جزء من الخط فين اصلا؟ بره الشرط. ولك حصل بقى اللي هبب لقيت ثلاثه فين؟ بره الشرط. نعمل معاها ايه؟ ندخلها جوه الشرط. هنرجعها فين؟ الشرط اكيد يعني. هنرجعها ازاي بقى في الشرط؟ بصوا في رايين. دي فيها رايين. يعني انا عاصرت ناس فيها رايين. بس الناس اللي هنا في عين شمس بيقول لك ايه؟ بيقول لك احنا جايين نرجعها ثلاثه، نرجعها وسكونسن ايه؟ وسكونسن اتش. وتبقى دي كده ممكن ثلاثه داش. يعني انا كده هعتبر ان ثلاثه وثلاثه داش اللي ليهم نفس الايه؟ هم نفس النقطة في كل حاجة. طب ده صح ولا غلط؟ احنا هنمشي عليه لأن هو ده اللي بيعملوه هنا، في ناس بترجعه سبونسرد دي. بس احنا خلاص هنمشي زي ما ايه؟ ما ممشينكم هنا، فيها مشكلة؟ يبقى دي كده سبيشال كيس لو حصل ميكسنج ولقيت إن النقطة واقعة بره ايه؟ الشارت أصلا. طيب آخر حاجة بقى خالص. إيه؟ كده تبقى ساتيوريتد بقى. ما هي النقطة واقعة هنا. وقطع الخط بالظبط، يعني انا لما جيت رجعتها هي واقعه ايه؟ بره الشرط، فانا رجعتها وقطعها ايه؟ على الخط، فبقت نقطه ساتوريت. في مشكله في الكلام؟ طب اخر حاجه بقى ونقفل على حوار الميكسنج ده او حوار سوليزي بروسيس، هي حاجه كده ايه؟ اسمها الـ SHR أو اللي احنا بنسميها الـ Sensible Heat ايه؟ الـ Sensible Heat Ratio. دي عبارة عن ايه بقى الـ Sensible Heat Ratio؟ ركز بقى معايا. الـ Sensible Heat Ratio دي عبارة عن ايه؟ قال لك لو احنا عندنا إجراءات مثلا، انتوا من المفروض بقى ان انتوا ناس ايه؟ يعني تفهم ان المفروض عندنا الاجراء ده من واحد للاثنين، ده اجراء سنسبل ولا ليه؟ كولينج ولا هيتنج؟ حلو الكلام؟ طيب الكيو هنا كيو سنسبل ولا كيو ليتنج؟ سنسبل. طيب نقدر لاي اجراء على الشرط نحسب اجراء واحد، خلي بالك انا هتكلم على ايه؟ اجراء بس بعينك. اقدر لاي اجراء احسب له حاجه اسمها السنسبل هيت ريشيو، اللي هي تبقى عباره عن ايه؟ قال لك هي عباره عن كيو سنسبل من غير اشارتها. علشان كده كنت انا دايما بعرف لك الحاجه من غير اشاره. مش حبا فيك، علشان لما تيجي تحسب السنسبل هيت ريشيو هتاخدها ايه؟ من غير اشارتها على كيو سنسبل زائد كيو ليه. لا دي اشاره ولا دي اشاره. حلو الكلام؟ وبنسميها السنسبل هيت ريشيو. دي بتعبر عن ايه؟ اللي مننا بقى فتح الانتشار ده وفي حد مننا فتحها، هيلاقي كده جنب الانتشار في حاجه غريبه كده اسمها المنقله. فعلا هي اسمها هي شكل المنقله فعلا، الصفر بتاعها هنا. طيب اللي مننا لو حد فتح الانتشار، حد يقدر يقول لي الرقم هنا بكام؟ واحد. والرقم هنا بكام؟ طيب بص بقى كده الارقام هتلاقي من صفر لواحد ومن هنا برضه من صفر لكام؟ يعني معنى كده ان هنا في نص هنا وفوق برضه في ايه؟ يعني انت عندك كام نص؟ في نص من فوق وفي نص من تحت. المهم لو انا حسبت السنسبل هيت ريشيو من الاجراء ده يعني مين؟ حد يقدر يحسبه لي بكام؟ هو عباره عن ايه؟ كيو سنسبل على كيو سنسبل زائد هو في ليفل؟ يعني معنى كده ان هي تبقى بكام؟
طيب مش انت قدرت تحسب السنسر هيت ريشيو؟ قيمه السنسر هيت ريشيو هي نفس القيمه على المنقله. يعني السنسر هيت ريشيو هنا بكام؟ بواحد. مساعدتك هتروح كده بكام؟ لواحد على المنقله. تعمل ايه؟ توصل من الصفر بتاع المنقله لواحد، وساعتها الابراج بتاعك بيوازي الخط على المنقله. يعني كان المنقله دي بتعبر عن ايه؟ السلوب اوف ايه؟ اوف بروست. سكتنا يبقى حاسين ان هي صعبه. طب تعالى يا باشمهندس نتكلم عن ابراء مثلا. عندنا في درجه امسح ده. كده الابراء ده كان اسمه ايه؟ كنا بنمشي كده اتجاه الساتوريشن، كان اسمه ايه؟ طبعا هو لازم يقول لي ان هو ادماتيك ساتوريشن، بس ساعتها بقى لما ما لقيتش او ادماتيك ساتوريشن مين قد مين؟ اتش 1 قد اتش 2 ولا لا؟ وايه ساعتها مين قد بعض برضه؟ كيو سنسبل وكيو ليفنت قد بعض ولا لا؟ تعالى نحاول تاني. تعالى نحسب لده السنسبل هيت ريشيو. لكن السنسبل هيت ريشيو كان ايه؟ كيو سنسبل من غير اشاره على كيو سنسبل زائد هنا بنجمع من غير ايه؟ اشارات. طب جميل. هو يا باشمهندس مش انا ينفع ان انا اشيل كيو ليت احط مكانها كيو سنسبل؟ لان الاثنين ايه علاقتهم ببعض على الابراء ده؟ قد بعض ولا لا؟ اه جميل. يعني معنى كده ان هي تبقى بكام؟ على 2 كيو سنسبل ولا لا؟ ودي تروح مع دي على السنسبل هيت ريشيو تلعب بكام؟ انهي نص بقى؟ يعني احنا نروح للنص اللي فوق ولا نروح للنص اللي من تحت؟ النص اللي فوق. اه نروح للنص اللي من فوق. طب انت تروح للنص اللي من فوق لما الابراءين يبقوا عكس بعض. هو هنا الابراءين زي بعض ولا عكس بعض؟ بص الابراءين عكس بعض في الاشاره. احنا هنا في الادابات سيتويشن في كنا بنعمل ايه؟ كولينج ويز ايه؟ هيوميديفيكيشن. كولينج يعني موجب ولا سالب؟ وهيوميديفيكيشن يعني موجب ولا سالب؟ موجب. يبقى لما الابراءين يكونوا عكس بعض واحد بوزيتيف والتاني نيجاتيف ده فوق ولا تحت؟ طب ماشي. فاكرين يا باشمهندسين بقى اخر حاجه، لو انا عندي ابراء هنكسر اروح هناك بس اديكم مساله بسيطه. والله قال لك ان احنا هنعمل ابراء بقى اسمه كولينج. هي دي مساله موجوده في الشيء. طبعا احنا ولا نعرف فين الشيت ده ولا نعرف فين الماده ولا المهم كولينج قد ايه هيوميديفيكيشن؟ منظره عامل ازاي؟ واحد اهو صح؟ وبينزل. طيب انا اديتك تي دراي بالب واحد وتي ويت بالب واحد، اي كلام بقى. طب انت تعرف توقعهم ولا مش هتعرف؟ مش انا كده اعرف اقع نقطه واحد؟ طيب بس الراجل ما ادانيش بقى معلومة تانية غير السنسبل هيت ريشيو. قال لي ان السنسبل هيت ريشيو للابراء ده 7/10. ولو عرفت ان في دراي بالب اتنين معلومة بالنسبة لك مثلا سي انها 10. هات تي ويت بالب اتنين. دي المسألة لسه أنا مألفها حالا. عايز أبين لك أهمية السنسبل هيت ريشيو. إيه أهميتها؟ هو واحد نقطة واحد دي عرفنا نوقعها ولا ما عرفناش؟ عرفنا نوقعها. ومعايا بقى يا باشمهندس السنسبل هيت ريشيو معانا 7/10 ولا لا؟ كان ممكن يدينا السنسبل هيت ريشيو او كان ممكن يدينا ايه واحنا نحسبها؟ فاكرين؟ كيو سنسبل وكيو ايه؟ هي تعتبر كيو سنسبل على كيو توتال او كيو سنسبل على كيو سنسبل زائد ايه؟ واعمل ايه بقى؟ احسب السنسبل هيت ريشيو ولا لا؟ اروح جاي على مين؟ ادي يا عم الحاج المنقله بتاعتك هنا متقسمه حاجه بالمنظر ده. ادي الصفر ادي الواحد ادي الصفر ادي الصفر. السنسبل هيت ريشيو هنا بكام؟ طيب 7/10 بقى تروح لقالي 7/10 ده في من فوق وفي من تحت. خلي بالك ده كولينج بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ دي هيوميديفيكيشن بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ يعني الاثنين نفس الاشاره ولا لا؟
يا في النص اللي فوق ولا النص اللي تحت؟ ولا 7/10 ولا مش 7/10؟ تعرف توصل كده ولا ما تعرفش؟ تعرف تاخد من دي محلها الناس توقع عند واحد مش معاك الارسطو؟ تنزل موازي ولا مش موازي؟ نعدي بواحد ولا ما نعديش؟ وساعتها الخط ده بيوازي الخط اللي على المنقاله ولا لا؟ لو معنى كده ان السنسور اللي جيت ريش دي تمثل الاسلوب بتاع الاجراء ولا لا؟ فهمنا عملنا ايه؟ رسمنا موازي للاجراء فين؟ على المنقاله الاول، وبعدين اخده موازي واروح فين؟ على الانشطه. يبقى معنى كده ان الخط ده مش يعتبر محل هندسه خط الاثنين؟ ولو انا معايا عنها معلومه كمان، هو كان مديني عنها مين؟ لو معايا تي درايفر من دي، وانت راجل بقى بتاع هندسه معانا اثنين لوكس كده، هنا وقعنا نقطه اثنين ولا ما وقعناهاش؟ مش كده يا عمر وقعنا نقطه اثنين؟ لو الراجل طلب الكونتاكت فاكتور تعمل ايه بقى ساعتها؟ تمد اثنين لحد ما توصل لمين؟ صح؟ لو عايز احسب الكونتاكت فاكتور يبقى ايه؟ الديستنس من كام لكام؟ على الديستنس من كام لكام؟ امشوا شوفوا الاسبوع